نشيد الوطني الجزائري. أسعد الله مساءكم بكل خير أيها السادة والسيدات، جمهورنا الرياضي الكريم، أهلاً ومرحباً بكم، صحة فطوركم في هذه السهرة الرمضانية المباركة. نحييكم مباشرة من ملعب مصطفى تشعكار بالبليدة، وقع هذه المباراة الودية التحضيرية للمنتخب الوطني أمام نظيره الغيني في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 والتي ستجرى بالكاميرون. هذه التصفيات ستنطلق الأحد المقبل بالنسبة للمنتخب الوطني أمام الطوغو. اليوم التشكيلة الوطنية بقيادة مدرب جديد اسمه لوكاس الكراس تكون قد طوت صفحة الماضي أو صفحة كأس أمم إفريقيا. لا بأس أننا نعرض عليكم تشكيلة منتخب غينيا، أو أنهم أعادوا النشيد الوطني. كان هذا النشيد الوطني الغيني، وكان فيه إعادة للنشيد الوطني الغيني. المباراة تجري تحت أنظار وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، وكذا رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الجديد في أول مباراة له هو الآخر كرئيس للاتحادية خير الدين زطشي. طبعا يحضر معي محلل التلفزيون الجزائري عبد النور كريبازا. عبد النور، بعد أن نستعرض تشكيلة منتخب غينيا أيها السادة والسيدات، كامارا أبو بكر في حراسة المرمى، سيلا إسياغا، كامارا فودي، سماح، سايدوبا، بوغبا، فلورنتين، كامانو، فرانسوا، بانغورا، ألسوني، ديالو، عبد الله، ساديو، تراوري، إبراهيم، بانغورا، الخالي، وكايتا، نابي، ديكو. هي تشكيلة المدرب بانغورا محمد كونفوري التي ستواجه اليوم. هذه التشكيلة الوطنية المعروفة ربما لدى العام والخاص. مفاجأة واحدة ووحيدة، ألا وهي وجود عطال يوسف لاعب نادي بارادوا والظهير الأيمن اليوم كأساسي منذ البداية في أول رياضية. تشكيلة كما قلنا لوكاس الكراز. عبد النور مرحبا بك، ستواصل بعد أن نرحب بالزميل إسماعيل ميلودي على خط التماس. إسماعيل مرحبا. مهمة بلال للمنتخب الوطني بلمسة إسبانية، يريد المنتخب الوطني الجديد والمنتخب الوطني بصفة عامة يمقي أو يقلب صفحة الماضي والدخول في صفحة جديدة بنفس جديد بعناصر جديدة ستدعم المنتخب الوطني، فكل التوفيق بلال.
في هذه المباراة وإن كانت ودية إلا أنها تبقى طبعاً في غاية الأهمية من أجل إعادة الحسابات والاستعداد لما نعم هو قادم أيضا بلاد. إن شاء الله إسماعيل. طبعا هي مباراة ودية، مباراة تحضيرية لإقصائيات كأس أمم إفريقيا. الخرجة الأولى للخضر ستكون أمام الطوغو يوم الأحد المقبل على أرضية هذا الميدان. عبد النور كريبازا أول ظهور للعناصر الوطنية بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا المخيبة لمدرب جديد في أول مباراة له. كيف ترى هذه المباراة التي انطلقت بعد قبل حوالي 15 ثانية؟ مساء الخير بلال، مساء الخير جميعا. بعد هذه الكرة عبد النور انطلق من هناك المنتخب الفيني، عودة المدافع بن سبعيني، بن سبعيني بقوة في أول خطأ دفاعي من جانب العناصر الوطنية. على ما يبدو فوزي غلام هو الذي ضيع الكرة الأخيرة، وبن سبعيني كان بالمرصاد أمام اللاعب كامانو فرنسوا، كاد ينفرد بالحارس اليوم القائد رئيس وهاب مبلحي على غير العادة، هو قائد التشكيلة الوطنية بقيادة الإسباني الكاراس. هي حقيقة بلال يعني الأول مباراة لهذا المدرب الإسباني، يعني اليوم عنده فرصة لاكتشاف بعض اللاعبين، وعلى غرار لاعب عطال اليوم اللي راه في موجود في التشكيلة الأساسية. هذه فرصة مقابلة تحضيرية لمقابلة الطوغو، وراح تكون يعني هنا تدخل تشميل من مندي اللي كان يعني عرف قطع الكرة للمهاجم الفريق الغيني. ياسين إبراهيم الآن سيحاول ربما الرد على الفرصة الأولى من منتخب غينيا، منتخب غينيا الذي أثبت علو كعبه أمام المنتخب الوطني في تقريبا كل المناسبات عبد النور التي لعبها مع المنتخب الوطني، ومجموعة 18 مباراة، هذه المباراة هي 19، 5 مباريات ودية من أصل 18 مباراة. المنتخب الغيني فاز في 6 رسمية يعني أمام المنتخب الوطني، وفرض عليه حتى تعادل هنا على أرضية هذا الملعب سنة 2015 بهدفين مقابل هدفين. انهزم أمامه في مباراة ودية لما كان المدرب الوطني غوركوف بهدفين مقابل هدف، وأقصاه من نهائيات كأس أمم إفريقيا سنة 2008 بهدفين مقابل صفر في زمان كافالي. عبد النور صحيح يعني بلال دائما يعني هذا الفريق يعني نقولوا احنا دائما يريوشي معنا مع الفريق الوطني، ونظن دائما يعرف نقاط القوه ونقاط الضعف تاع الفريق الوطني. لكن اليوم صفحه جديده مع المدرب الجديد ومقابله تحضيريه لمقابله الطوغو. هنا الفريق الوطني مطالب يعني فرض اللعب وفرض الريتم على الفريق الخصم باش يكون تحضيرا لمقابله الطوغو. هذا فوزي غلام يلعبها الى الخلف، يوجد رامي بن سبعيني بدوري لمن لبن طالب نبيل في الوسط، نبيل بن طالب من يطلب الكره يلعبها قصيرة مع ياسين إبراهيمي، ياسين إبراهيمي يحتفظ بالكرة يفتح اللعب على الجهة اليمنى، يعني يوجد ثنائي عطال ومندي، الكرة تعود لعطال في أولى الكرات، الحكم ماذا قال؟ خرجت الكرة إلى التماس لوكاس الكراز المدرب الإسباني الأندلسي الذي سيحتفل في هذا الشهر وفي 21 من هذا الشهر بعيد ميلاده 51. طبعا يريد أن تكون البداية مع المنتخبات الوطنية موفقة، وهو الذي يشرف على أول منتخب وطني. حذاري من هذا الخطأ الدفاعي من جانب العناصر الوطنية من هناك، الكرة ما زالت عند اللاعب الغيني كمان فرانسوا إخراج الكرة التمريرات القصيرة. حذاري من هذا الخطأ الدفاعي، جميلة جميلة جميلة، تسديدة توزيع، تسديدة توزيع ممتازة على الجهة اليسرى من جانب هذا الموجود أمامكم كايتا نبي ديكو بتسديدة قوية يسارية لم تمر بعيدة، مرت بردا وسلامة على أشبال هذا المدرب والذي في ظرف 4 دقائق بداية قوية للغينيين. عبد النور حقيقة يعني بلال شاهدنا ارتباك كبير في دفاع الفريق الوطني، وهذا يعني التمريرات الخاطئة، وحتى شاهدنا فريق الغيني راه يضغط على دفاع فريق الوطني، وهذا اللي شاهدنا ان زوج فرص نظن اللاعبين المدافعين تاع الفريق الوطني في هذا المستوى ما يكونش هذو الاخطاء هذه يعني مستقبلا، لان هذو الاخطاء يعني راه تكلفنا اهداف في المستقبل.
الله هذا سفيان هني المتوج مع نادي اندرلخت البلجيكي بالبطولة البلجيكية، واحد من الأسماء الرائعة، واحد من اللاعبين المتميزين، واحد من الأسماء التي لم تتلقى الانتقادات في نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة بظهوره القليل، ولكنه كان فعال، وكلنا يذكر الهدف الذي سجله أمام المنتخب التونسي. على ذكر هذا المنتخب التونسي يتواجد في مجموعته منتخب غينيا المجموعة الإقصائيات كأس العالم طبعا، بالإضافة إلى ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية طبعا. بداية في تصفيات عبد النور، تصفيات المونديال لم تكن موفقة بما أنه انهزم بتونس بثنائية مقابل صفر، وانهزم أيضا في الجولة الثانية على أرضية ميدان أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بثنائية مقابل هدف. مش بلال يعني الفريق الغيني المشكلة هو أنه يعني يدير يفوز في مباراة لكن ما عندوش النتائج يعني المستقرة، دائما يفوز يدير أكثر مباراة كبيرة لكن بعدها، وعلى سبيل المثال يعني تصفيات كأس العالم دخوله يعني كان دخوله ما كانش كان محتاج. اللقطة الأخيرة طبعا يعني تكلمنا عليها يعني الارتباك الكبير تاع الدفاع. نكمل على الفريق الغيني، يعني دائما ما عندوش نتائج مستقره، وهذا ضد الفريق التونسي او التصفيات كاس العالم ما كانش في المستوى، يعني نوعا ما ما يقدمش مباريات كبيره، يدير مباراه للمباراه الاخرى ما يكونش في المستوى، وهذا مشكل الفريق الغيني اللي في السنوات الاخيره. طبعا منتخب غينيا في السنوات الأخيرة وهو الذي شارك في 10 نهائيات لكأس أمم إفريقيا، احتل في دورة سنة 1976 لما كانت تلعب بنظام البطولة المركز الثاني خلف المنتخب المغربي الذي توج آنذاك ببطولة كأس أمم إفريقيا. مع ذلك في البطولات الأخيرة منذ 2004 2006 2008 المنتخب الغيني تمكن من تجاوز الدور الأول إلى الدور ربع النهائي. طبعا الكرة الغينية سنتحدث عنها بعد لحظات بعد فرصة إسلام سليماني مباشرة. حتى بلال حتى في استقرار في العارضة الفينية ما عندوش استقرار مؤخرا، يعني كان المدرب لويس فرنانديز اليوم نشاهدوا المدرب بونغورا محمد، يعني دائما المدربين ما يطولوش في هذا المنتخب. هذا طبعا مهم أن النوادي الجزائرية وخاصة أنصارها وأنصار المولودية والنصرية يتذكرون جيدا حافيا كوناكري وحورية كوناكري. حورية كوناكري توج على حساب نصر حسين داي سنة 79 بكأس الكؤوس الإفريقية آنذاك، أما المولودية فتوجت على حساب حافيا كوناكري في النهائي المعروف سنة 76 بعد هذه الكرة والتوزيع التدخل من الدفاع كاد يصل عليها القناص، ما زالت الكرة جزائرية لياسين إبراهيمي ولعدنان قديورة، من هناك الكرة لعطال، عطال يفتح اللعب باتجاه رياض محرز، رياض محرز يدخل إلى الوسط من نبيل بن طالب، جميلة التوزيعة ولكن التدخل من المدافع بانغورا السنة. بلال نشاهدوا للفريق الوطني دخل يعني بالسيستم 4-4-2، شاهدنا محرز وابراهيمي على الاجنحه في وسط الميدان بقديوره ولاعب بن طالب، وفي الهجوم رانا نشاهدوا زوج راس حربه سليماني واللاعب هني. فعلا طبعا هي طريقه لعب المدرب الجديد لوكاس الكاراز الاسباني، والذي امامه مشوار سيكون طويل وشاق، سيكتشف أدغال إفريقيا هذه المرة ولا يكتفي بالنوادي 15 التي دربها في البطولة الإسبانية، ودرب أيضا في اليونان، درب نادي واحد في اليونان، يعني مسيرة تدريبية بدأت سنة 95 إلى غاية سنة 2017 هذا المدرب غير 16 ناديا. ما هذا؟ ماذا يمكن أن نستنتج وماذا يمكن أن نقول؟ هل هو مدرب يحب المغامرة أم أنه مدرب يفشل في مهامه؟ يعني ظن الشيء الكبير ظن ما دارش نتائج إيجابية مع الفريق، وهذا الشيء اللي طلبوا أنه يكون يعني يقال أو يستقيل، وهذا ما كانش عنده استقرار في الفريق
الفرق، لكن هذا ماهوش معيار باش يكون يعني يمكن ينجح مع الفريق الوطني. ونظن بدايته يعني تكلموا مع اللاعبين وحتى يعني استشارته بلال على الشاره تاع القائد للاعبين، هذا شيء ايجابي بالنسبه للاعبين وبالنسبه للفريق الوطني. الذين اختاروا طبعا الاكثر خبره والاكثر تجربه رئيس وهاب مبولحي في شاره القياده، رئيس وهاب مبولحي هذا الحارس المحنك يعني الذي استثمر جيدا بعد هذه الكره من ياسين برايمي والتوزيع لصالح المنتخب الوطني، يوصل عليها اسلام سليماني ولكنها ضاعت استرجع برزانة وبلباقة من عناصر منتخب غينيا لانطلاق في هجمه معاكسه. ما زال الضغط داخل منطقه الوسط، هل تسترجع من نبيل بن طالب فعلا باتجاه رئيس وهاب بن بولحي الذي كما قلنا تحين فرصة الخطأ، خطأ فوزي شوشي في مونديال جنوب افريقيا امام سلوفينيا وقتنص الفرصة هناك فاصبح حارسا اساسيا بعد ياسين ابراهيمي. انطلق ياسين من هناك التمريرات القصيرة جميلة ضاعت له صبيان هني، انطلق في هجمة معاكسة الان من هناك بدأت تسخن المباراة يا اسماعيل، من هناك انطلق المنتخب الغيني عن طريق من دائما كامانو ليفتح اللعب بطريقة ممتازة كامانو، ولكن الكرة بعيدة من هناك لم يصل عليها بانجورا الخالي. لاعبين سريعين في الهجوم بلال، لاعبين الغينيين لما يستلموا الكرة في وسط الميدان دائما نشاهدوا ثلاث لاعبين يكونوا في الهجوم ويستعملوا يعني الخطة الهجمة السريعة، وهذا اللي لازم الحذر من طرف الدفاع الفريق الوطني اللي نوعا ما راهو بعيد على وسط الميدان. فعلا الى حد الان بعد مرور ايها الساده والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم تقريبا 12 دقيقه من بدايه هذه المباراه الوديه ولا فرصه من جانب العناصر الوطنيه ما عدا فرصتين من جانب منتخب غينيا الذي دخل بقوه والذي حاول فكاد ان يصل الى الشباك لكنه لم يتمكن في مباراه هي وديه لاشبال وزملاء هذا الوافد الجديد عطال الذي ربما عبد النور هل من المنطقي وهل كان يجب يعني اقحام عطال في هذا المنصب في هذه المباراة في اول استدعاء له من القسم الوطني الثاني مباشرة الى المنتخب الوطني مع رياض محرز ومع اسلام سليماني والبقية، وهذا يكفيه لا انقص من قيمة اللاعب عبد النور كامكانياته الفنية، ولكن انك من هذه الناحية يعني فرصة من اللاعب هذا يعني لاعب عنده امكانيات كبيرة وانت لعبت صغير عبد النور حقيقة يعني نظن لما لا يلعب في هذه المباراة، وهذه فرصة له مباراة تحضيرية ضد فريق يعني ما كاش فيه ضغط على اللاعبين ما فيش ضغط على النتيجة، رغم انه هنا اللاعب يعني مطلوب عليه عبد النور لصالح المنتخب الوطني من هناك يحوم حول الحيمة المنتخب الوطني التوزيع والحارس بقبضة اليدين، ما زالت الكرة دائما داخل منطقة العمليات، الحكم يتدخل ثلاثية التحكيم جمهورنا الرياضي الكريم من تونس بالخواص سليم هو الحكم الأول، مروان سعد المساعد الأول، إسماعيل أيمن المساعد الثاني، بوكواسا لطفي والحكم الرابع، وملك علي هو محافظ هذه المباراة الودية التي كان يتحدث فيها عبد النور ويقول بأنها أفضل فرصة بالنسبة للاعب شاب مثل يوسف عطال لإعطاء أفضل ما لديه. نظن عنده حظ أن المدرب عمل فيه ثقة واليوم داروا يعني أساسي، وهذا ما عليه إلا يبين إمكانياته اللي شفناها في فريق بارادو. في فريق بارادو الكرة غينية لمن؟ للاعب بانجورا. بانجورا يفتح اللعب من هناك على الجهة اليسرى، جميلة توزيعة أربعة مدافعين من جانب العناصر الوطنية والتدخل من بن سبيني، انطلق إبراهيمي راح إسلام سليماني، إسلام سليماني يوصل أمامه لاعب واحد، إسلام سليماني لعبها قصيرة وضيع هذه الكرة على إسلام سليماني تسترجع من قبل العناصر الغينية. انطلق في هجمة معاكسة من هناك حتى المنتخب الغيني بقيادة تراوري إبراهيم، رائع ممتاز انطلق تراوري إبراهيم على الجهة اليمنى، تغطية دفاعية مباشرة إلى التماس من رامي بن سبعين، الكرة لم تخرج تسترجع من ياسين إبراهيمي، المراوغة منه ياسين. المباراة فعلا معيار بالنسبة للمنتخبين، للمنتخب الوطني وللمنتخب
الغيني. طبعا منتخب الغيني الملقب بالأفيال السيلي باللغة المحلية سوسو، اللهجة اللغة المحلية في غينيا، لأنه فيه غينيا بيساو وفيه أيضا غينيا. بعد هذه التوزيعة وكذلك غينيا الإستوائية حتى يفرق الجمهور العريض بين الغينيات. المنتخب الوطني يواجه منتخب غينيا الملقب بالأفيال بعد هذه الانطلاقة من هناك جميلة ممتازة ريعة. ما زال الخطر أمام لاعبين، أمام عطال يوسف يراوغ التمريرات القصيرة، الخطر بين عناصر منتخب غينيا يلعب من دون ضغط، من دون ضغط المنتخب الغيني. طبعا الآن الانطلاقة، انطلق إسلام سليماني، لم يصل عليها إسلام بعد التدخل من كاميرا أبو بكر. تمريرة جميلة بلال من طرف محرز في عمق الدفاع، لكن تفطن الحارس، قراءة اللعب يعني كانت في المستوى من طرف الحارس الغيني. لما لو كانت لو الحق عليها سليماني لكان يعني ممكن تكون الأول هدف تاع الفريق الوطني. طبعا إسلام سليماني ومحاولة اقتناص بعد الفرص. المنتخب الغيني طبعا يلعب مباراة بكامل إمكانياته البدنية، منتخب وطني كل عناصره اليوم صامت، كانت صايمة. وعبد النور ساعة ونصف بين صحيح. موعد الإفطار وموعد يأثر نوعا ما على يعني الفريق تاع الفريق الوطني، لكن نظن بلي تاع الفريق الوطني بدا يدخل ببطء في هذه المباراة. ونشاهدوا فريق الغيني نفس السيستم مع الفريق الوطني 4-4-2، وهذا الشيء اللي صعب نوعا ما على وسط الميدان لوصول الكرات اللي الهني وسليماني اللي اليوم هني 16 دقيقة ما شاهدناش المسكورة. الكرة اللي بن سبعيني، الآن بن سبعيني من يطلبها في الوسط، عدلان قديورة دعت له الانطلاقة في هجمة معاكسة. ماذا فعلت يا عدلان قديورة؟ هي كرزة الهدف، تسديدة بقوة من جانب لاعب المنتخب الغيني بانغورا. رئيس واب مبولحي القائد هو الذي فوت ربما فرصة هذا الهدف بعد التدخل وبعد الخطأ من عدلان قديورة. فوزي غلام يلعب في الوسط مع بن طالب نبيل، ثم عدلان قديورة طويلة من هناك، البحث عن رياض محرز. رياض محرز لم تصله كرات كثيرة، استرجاع الكرة من جانب العناصر الغينية عن طريق كامارا فودي. كامارا العودة إلى مدافعي الصمح سيدوبا، الآن لبانغورا ألساني في الوسط، تلعب مع من؟ التمريرات القصيرة بين عناصر منتخب غينيا. منتخب غيني يلعب من دون ضغط ويلعب بأريحية. من ناحية التقنية لاعبين عندهم تقنيات كبار، واليوم نشاهدوا فريق حتى المدافع بلال الأخ بوغبا تاع فريق مانشستر يونايتد لاعب رقم 4 اللي يلعب في فريق سانتيتيان. طبعا بوغبا الفرنسي وبوغبا الغيني. الغيني المتوج الأخير مع نادي مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي على حساب نادي أجاكس أمستردام الهولندي. وإسلام أو إسلام سليماني ومحرز وإبراهيمي وحتى السوداني كلهم خرجوا خالي الوفاض هذا الموسم. رياض محرز رفقة إسلام سليماني احتل ليستر سيتي المركز 12 في البريمير ليج، يعني هذا شيء كثير على بطل إنجلترا. والتدحرج في يعني نتيجة الموسم نجم نقوله يعني للنسيان بالنسبة للبطل طائرية من غلام، ولكن الحارس في المكان المناسب كمارا. طبعا حتى النتيجة كانت من قبل العربي هلال السوداني الذي لعب نهائي كاس الكرواتيا، ولكنه انهزم العربي هلال السوداني ده الحالة يعني ذكاء كثير في لما انتهت المباراة. جميل الكرة في العمق بين لاعبين العودة. رئيس واب مبلحي بذكاء، رئيس واب مبلحي سنشاهد الإعادة كيف انقض على الكرة وكيف لم يسمح لنفسه الخروج رفقة الكرة إلى الركن. يا عبد النور يعني تجربة كبيرة من طرف هذا الحارس، تعامله مع الكرة كان يعني بذكاء كبير أليس كذلك إسماعيل؟
وهو كذلك بلال أتابع ما يفعله الكراز. مباراة أقولها هي لجسي النبض بلال، متابعة كل لاعب على حدة، خاصة أنها مهمة جدا وجدا بعد بناء وإعادة ترتيب بيت المنتخب الوطني بداية من هذه المباراة وتحسبا للمباريات الرسمية المقبلة. بلال إن شاء الله يا اسماعيل، إن شاء الله تكون الانطلاقة موفقة بالنسبة للكراز. إن شاء الله المنتخب الوطني يستعيد البريق الضائع، المنتخب الوطني الذي وبالقريب الماضي القريب كان يفرح كثيرا ولكنه خيب في كان الغابون. ربما أكبر المتشائمين من الأنصار الجزائرية لم يكن ينتظرون تلك النتيجة، على الأقل ربما النتيجة السيئة التي كانت في خاطرهم هو الدور الربع النهائي، ولكن لا شيء من ذلك حدث. المهم ذلك وقت مضى وليست نهاية العالم، والمنتخب الوطني ما زال وحاضر وموجود ويملك سمعته الإفريقية العربية بل حتى العالمية. وهذا فوزي غلام يلعب قصيرة مع هني لإبراهيمي، إبراهيمي يلعب من هناك، إبراهيمي يحتفظ بها، يفتح اللعب باتجاه أجلان كديورا، هل سيسدد الدبابة؟ بقوة بقوة ديان قديورة، هذه هي، هذا ما يفضله هذا اللعب، هذا ما يفضله عدلان قديورة، تهيئ الكرات من بعيد والتسديدات القوية التي لا ترحم، التسديدات القوية التي تحرك حتى المدرب على كرسي الاحتياط موجود كل من بودبوز وغلام. بعد هذه التسديدة أول تسديدة ليس غلام العائد في غولي، يعني وحتى حتى التسديدة الأولى يعني في الدقيقة 21، وهذا نظن الفريق الوطني دخل ببطء، دخل ببطء في هذه المباراة مطالب برفع الريتم وحتى الضغط على حامل الكرة، لأن الكرة من طرف دفاع فريق الغيني راه يخرج بسهولة، وهذا الشيء اللي اليوم الفريق الغيني شاهدوا 20 دقيقة الأولى راه يلعب بأريحية وراه يدير خطورة على دفاع الفريق الوطني. منتصف الشوط الأول أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم، نلعب الدقيقة الثانية والعشرين من بداية هذه المباراة الودية بين المنتخبين الوطني والغيني في إطار تصفيات، في إطار التحضير لتصفيات كأس أمم إفريقيا. النتيجة متعادلة بين المنتخبين، المنتخب الوطني ربما أداء محتشم مقارنة بالاندفاع الهجومي لعناصر منتخب غينيا التي كانت الأقرب إلى فتح باب التسجيل. اللهم التسديدة الأخيرة التي كان وراءها عدلان قديورة والتي كاد على إثرها فك الشفرة الدفاعية لزملاء سيلا إسياغا. هذا هو عطال يوسف اللاعب الشاب في التشكيلة الوطنية، والظهير الأيمن نتمنى أن يحدث القطيعة مع مشكل الظهير الأيمن في دفاع المنتخب الوطني، هذا اللاعب الشاب والقادم من نادي بارادو، ولو أنها تبقى سابقة أولى من نوعها أنه لاعب من المحترف الثاني يلعب مباشرة في هي صحيح بلال، يعني في الجزائر هذه الناحية الإيجابية، الناحية الإيجابية لكن في الجزائر، لكن في يعني في الفرق أخرى ما فيش مشكلة، اللاعب اللي عنده إمكانيات ممكن يعطي إضافة في الوريق في الفريق الوطني، لما لا يدخل أساسي ونديره في ثقة. ولو أنه عبد النور استسمحه كان نادي بارادو هذا الموسم، اسمع الفارق، وأنت كنت مناجيرا لفريق اتحاد البوليدة أمام كل فرق المحترف الثاني وصعد إلى القسم الأول بفارق كبير من النقاط، ما يجعله واحد من النوادي المحترفة حقيقة، يعني دار موسم في المستوى وكان أحسن فريق في القسم الوطني الثاني، وصعوده والمرتبة الأولى كانت يعني مستهلة، وشاهدنا أن لاعبين، عدة لاعبين كمزياني كهذا عطال لاعبين اللي برزوا، وإن شاء الله يعني ربي يوفقهم إن شاء الله في هذا الفريق الوطني إن شاء الله. الكرة لرياض محرز عبد النور، مازال رياض محرز المراوغة لا يتحصل على مخالفة، الحكم يترك مبدأ الأفضلية لانطلاق من هناك في هجمة معاكسة لصالح منتخب غينيا. الحكم الآن التونسي بلخواس سليم، الآن مدرجات المقابلة من هناك بدأت تمتلئ شيئا فشيئا، لأنهم خلعوني قبل بداية المباراة بحوالي 5 دقائق ولا أحد موجود على المدرجات، أكيد بأن الجمهور يعيد إلى المدرجات النتائج، ونتمنى أن تعود النتائج
البداية بالنتيجة الأولى أمام منتخب الطوغو، ثم مواصلة مشوار المونديال وعدم فقد الأمل أمام منتخب زامبيا في 28 من أوت القادم بزامبيا. المنتخب الوطني يتنقل ويستقبل بعدها في سبتمبر، في 2 من سبتمبر، منتخب زامبيا قبل أن يتنقل إلى الكاميرون شهر أكتوبر، ويستقبل في آخر جولة من تصفيات مونديال روسيا منتخب نيجيريا. نتمنى أن تكون تلك المباراة فاصلة بين المنتخب الوطني والمنتخب النيجيري. هذا ما نتمناه، يعني مباراة نيجيريا إن شاء الله تكون نهائية. نهائية جميلة ممتازة، جميلة رائعة، ضاعت ضاعت على من، ما زالت الكرة، ما زال الخطر، التوزيع، التدخل على هجوم المنتخب الوطني في وضعية تسلل. حكيم مدان هل بدأ يقلق؟ هل هني كان قريبا جدا من تسجيل الهدف الأول؟ يبدو بأنه منتخب، يبدو أنه منتخب غينيا لا يريد أن يترك. شوف هذه يعني التمريرة الجميلة في عمق الدفاع فريق الغيني من طرف محرز، يعني الترويض اللي كان سيء، لكن عاود استلم الكرة لهنا، التمريرة ما كانتش في المستوى من هني ناحية إبراهيمي أو سليماني. المهم أنه الحكم أعلن عن عودة من تساعد في الكرة بعد ما استلم الكرة. فعلا بعد توزيعة هني في المرة الثانية، نبيل بن طلب والتشكيلة الوطنية متعادلة بصفر مقابل صفر هنا بملعب مصطفى تشاكير في البوليدة. على ذكر ملعب مصطفى تشاكير، إدارة الملعب وكذلك مديرية الشبيبة والرياضة وجمعية تمتيجة للصحفيين الرياضيين الذين نوجه لهم التحية والتقدير والشكر على مائدة الإفطار التي نظموها، على شرف الإعلاميين الذين يغطون المباراة اليوم، فألف تحية للثنائي وليد حمدادو وطارق قادري اللذان صهرا على توفير كل تلك الخيرات في مأدبة الفطور للإعلاميين الذين استحسنوا الفكرة، خاصة وأنه توقيت الفطور والمباراة كان قريب جدا منها. المهم نعود إلى المباراة المتواصلة، صفر مقابل صفر لرياض محرز، لصوفيان هني ولا إسلام سليماني، تمكنوا من فك الشفرة الدفاعية للمنتخب الغيني. عبد النور دون بعض النقاط حتى تعطينا ملخص في نهاية الشوط الأول على ما أراد أن يفعله المدرب لوكاس الكراز، خاصة وأن أول مباراة له. لوكاس الكراز المدرب الإسباني في التشكيلة الوطنية يسعى لأفضل بداية وليس مع كل سقوط النهاية، فمع سقوط المطر يا عبد النور أجمل بداية. يبدو أن المنتخب الوطني سقط في الجابون ولم يتأهل إلى الدور الثاني، ومن الدروس نستخلص العبر، ومن الدروس ومن السقوط نتعلم النهوض، وبالتالي لهذا الجيل الذي يتألق في مختلف البطولات الأوروبية لا يجب أن نمحيه بين قوسين أو أن نسقطه، وإنما نشجعه من أجل المواصلة، من أجل العودة، من أجل المثابرة، من أجل الهدف الأول ربما والتدخل من الدفاع من هناك. انطلاقة في هجمة معاكسة بالنسبة لمنتخب غيني، عاد حوالي 10 دقائق ويلعب في الخلف الآن. يعني شاهدنا اللاعبين تاع الفريق الوطني بداوا يعني يديروا الضغط على اللاعبين فريق الغيني، وهذا شاهدنا ان يعني لما يضيع الكره فريق الغاني يرجع تحت يعني تحت الخط المنتصف، وهذا باش يدافع، لكن لما يسترجع شاهدنا انه يستغل المساحات اللي رانا نشاهدوا فيها اللي خلاهم لاعبين تاع الفريق الوطني. فوزي غلام يلعبها جميلة، فوزي غلام مع من؟ مع صوفيان هني، جميلة جميلة لفوزي، ولكن خروج الحارس كامارا أبو بكر. كامارا أبو بكر هو الأسرع من المهاجمين الجزائريين إلى حد الآن، قريب من كل الكرات ويدرس جيدا التمريرات بين عناصر المنتخب الوطني. تلعب هذه الكرة من كامارا باتجاه الأمام، التدخل بالرأس
للوسط البحث عن تراوري إبراهيم. تراوري إبراهيم لمن؟ لبانغورا الخالي. من هناك فتح اللعب عن طريق سماح ديوبا. سماح ديوبا العودة إلى الخلف. ناصر المنتخب الغيني انتشارها رائع وتوزيعها ممتاز على أرضية الميدان. وإن أحسنت الانتشار وأحسنت التوزيع على أرضية الميدان تحتفظ كثير بالكرة وتفوز بالمباراة. أكيد لأن قلت تفوز بالمباراة ولكن تكون لك أكثر حدود وتتمسك بزمام الأمور. وهذا اللي رانا نشاهده فيه بلان أن ما فيش مراقبة في وسط الميدان والسيستم اللي رجعنا ليه يعني الأربعة أربعة اثنين نوعا ما في وسط الميدان اللاعبين اللي راهم في الأجنحة ما يكونوا دائما بدون مراقبة للاعبين فريق الغيني. وهذا اللي شاهد من دون نرفزة بعد هذه الكرة من هذا الموجود أمامكم كايتا مابي ديكو. طبعا نذكر بأنه من بين أبرز اللاعبين في الكرة الغينية فاين دونو هو الأكثر مشاركة مع المنتخب الغيني عبد النور حتى تيتي كامارا فعلا ب 81 مشاركة. فاين دونو وباسكال فاين دونو هو هداف الفريق ب 30 هدف مع منتخب غيني له مكانته في الخارطة الإفريقية. منتخب غينيا شئنا ما بين لأنه فيه غينيا بيصاع وفيه غينيا الاستوائية وفيه غينيا هذه الفريق. حتى هذا بلال حتى المدرب اللي راه اليوم موجود على الدكة الاحتياط يعني لعب سابق في عهد اللعب فيدونو ولعب تيتي كامارا اللي هو بنغورا. طبعا الكرة الإفريقية فقدت بلامس لاعب إيفواري شيخ تيوتي واحد من بين الأسماء الرائعة في ناشط في البطولة الصينية. شيخ تيوتي بسكتة قلبية ذكرنا بفوي اللاعب الكاميروني في المباراة الودية للكاميرون أمام فرنسا سنة 2003 يعني ما أعتقد. بالتالي تعود مسألة الإصابات والأزمات القلبية عند اللاعبين حتى بلال ضمن فريق الإيفواري. وعلى ذكر منتخب الكوت ديفوار هو المنافس الأول لمنتخب غينيا في العاشر من هذا الشهر في الجولة الافتتاحية من نهائيات أو من إقصائيات كأس المكربية. حتى لما نشاهدوا الأمس فريق يعني الإيفواري انهزم 5-0 ضد فريق الهولندي لما سمعوا باللاعب يعني أثر نوعا مع المعنوية تاع اللاعبين ويعني وخرجوا من المباراة وانهزموا 5-0. أكيد المنتخب الإيفواري هو أول المنافسين في هذه المجموعة التي مجموعة المنتخب الغيني التي تضم أيضا جمهورية إفريقيا الوسطى ورواندا. تحدثت عن إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بين كاميرون وجميلة. هاي ممتازة كرة الهدف. لا خرجت هذه الكرة إلى التماس من فوزي غلام ربما تقلق نوعا ما بين قوسين. فوزي غلام تسرع في التوزيع كان بإمكانه أنه يفعل أفضل مما كان بإمكانه أنه يتوغل أكثر كان بإمكانه أنه يواصل ويضحى على طبق عبد النور. حقيقة كان عنده يعني المساحة يدخل ويدير يعني التمريرة في الأرض للاعب سليماني لكن تسرع ودار التمريرة ويعني وحتى التخطيط. لا هذه الخطأ الذي ارتكبه هو ياسين مرعيمي. سنشاهد الإعادة بعد لحظات مع الزميل المخرج هيكل قاسمي والحافلة الرقمية HD1 التي تسهر على خدمتكم أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم. من هنا مباشرة من ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة الانطلاقة من هناك لصالح المنتخب الغيني. حذاري من هذه الكرة. حذاري ماذا يحدث ما هذا؟ العارضة الأفقية نابت عن الحارس رئيس واب بولحي كيف توغل على الجهة اليسرى. لا أريد أن أشير إلى المدافع الشاب يوسف عطال ولكنه توغل وكأنه في شارع. من هناك اللاعب المخضرم اللاعب صاحب الخبرة والتجربة كامانو فرانسوا هو كيف انطلق هو كيف وزع هو كيف استقبل الكرة. هذا الموجود أمامكم اللاعب رقم 18 سماح سايدوبا العارضة الأفقية نابت على الحارس رئيس واب بن بولحي. الانطلاقة
كانت ممتازة أيضا من تراوري إبراهيم، كرة ربما خلقت نوع من الرعب لدى المدرب لوكاس الكراز. بلال تكلمنا ان ارتباك كبير، وهذا شاهدنا يعني خطا من طرف يعني كره من طرف لاعب عطال، يعني بعدها ذهبوا يعني تكلمنا لما يسترجعوا الكره يروحوا بسرعه لاعب اللي سريعين، شاهدنا رقم 8 ورقم 10 وحتى رقم 18، يعني اللاعب رقم 18 سماح من اخطر لاعبين من ناحيه تقنيه، نظن اخطاء كبيره. وفريق الغيني اربع فرص من اخطاء دفاع فريق الوطني، ماشي هو اللي راهو يعمل اللعب، يعني راهو يستغل الاخطاء تاع دفاعنا وتاع وسط ميدان. اربع فرص تهديفيه من جانب منتخب غينيا الذي كاد الوصول الى شباك المنتخب الوطني في اكثر مناسبه. اخطاء دفاعيه متكرره، يبدو بان لوكاس الكراس نعين يدون كل صغيره وكبيره من اجل تصحيح هذه الاخطاء قبل 10 دقائق عن نهايه الوقت الرسمي لهذه المباراة تحت أزيج الأنصار، لأننا في حاجة ماسة لاستعادة ثقة أنصارنا وأنصار المنتخب الوطني للعودة للدفع بالمنتخب الوطني اليوم. صحيح بأنها مباراة ودية ولكن تنتظرنا مباراة قوية الأحد المقبل أمام منتخب الطوغو الذي يواصل التحضير وفاز بالأمس أمام منتخب جزر القمر بثنائية مقابلة صفر. الكرة من عطال يوسف مباشرة إلى التماس، مستمرا المباراة، وجب أخذها على محمل الجد طبعا من أجل تفادي الإصابات. منتخب غيني وجب التنويه والإشارة يا عبد النور بأنه على الأقل منتخب ممتاز من أجل التحذير. شاهد هذه الكرة، شاهد أنه يركز على الجهة اليسرى. ماذا قال حكم المباراة؟ قال باللي ما فيش ضربة جزاء. فتح اللعب على الجهة اليسرى، أن يوجد فوزي غلام، فوزي غلام يحتفظ بالكرة، يطلبها ياسين إبراهيمي، بعيد عليه يلعبها مع بن سبعيني، بن سبعيني مع إسماندي، رئيس وهاب مبولح، انتشار رائع عن أين عناصر المنتصف من جانب العناصر الوطنية بعيدا عن ما إسلام سليماني لا تصله الكرات، يتحصل على هذه المخالفة إسلام سليماني بعد التدخل عليه من المدافع القوي كامارا فودي. كمارا فودي إذا نعم حتى اليوم هو الامتحان أكثر لخط الدفاع ومن طرف المدرب الكراز، إن كان خط الدفاع أو العناصر التي سيمكن الاعتماد عليها بجدية في مواجهة منتخب الطوغو، أم أن هناك حسابات وإعادة تغيير بعض العناصر وترتيب خط الدفاع وهو كان النقطة السوداء في المباريات السابقة. بلال فعلا اسماعيل عبد النور، واول يعني نقطه اللي راح يتفطن لها المدرب الكراز هو النقطه يعني من الناحيه الدفاعيه. وبلال راح نلعبوا ضد فريق الطوغو، لما تكون اخطاء كما هذه لاعب كما اتي بايور راح تكون يعني يسجلهم هذه الاخطاء. هذا ياسين ابراهيمي يلعبها مع فوزي غلام، فوزي غلام يلعبها مع ياسين ابراهيمي، يتوغل ياسين، مراوغ ماهر يلعبها قصيره مع سفيان هني، جميله العوده الى منطقه المنتصف الانطلاقه بهجمه معاكسه من هناك من حسني حظه انه استرجعها رياض محرز. رياض محرز ما شفناهش كثيرا في هذه المرحله الاولى، غائب تماما تقريبا رياض محرز. الثنائيات القصيره يلعبها مع ياسين ابراهيمي، رفع الرايه، رفع السرعه، انطلق ياسين ابراهيمي التوزيع في الدقيقة 37 عن طريق سفيان هني، بعد حركة واحدة وبعد نشاط واحد من اللاعب رياض محرز الذي أراد صنع هذه الكرة، كرة الهدف فانطلق من منطقة المنتصف باتجاه ياسين إبراهيمي، لعب الثنائيات ثم وزع ياسين إبراهيمي، وجدت هذا المتألق سفيان هني والذي فك الشفرة الدفاعية لمنتخب غيني قوي، وهذا الهدف لا ينقص من قيمته ولا يغطي عن الاخطاء الدفاعيه للمنتخب الوطني. هي صحيح يعني لما تشوف يعني الفرديه تاع الفريق الوطني هي اللي تصنع الفارق، يعني تكلمنا ان الضغط على المدافعين، يعني اللاعب محرز ضغط على المدافع استرجع الكره، مش الكره في على الجهه اليسرى، ونعرفوا ان الامكانيات اللاعب ابراهيمي واحد ضد واحد شدر يعني عمل الفارق تمريره على طابق هذا هو اللعب الفريق الوطني، هذا هو الريتم اللي يعني اللي موالفين به في الفريق الوطني اللي مطالبين اليوم يحضروا به للمباراه الجايه. فعلا بن طالب هذه الرولات تاع زيدان، بن طالب لعبها ونجح فيها باسترجاع الكره
هنية، المباراة أصبحت ندية. المنتخب الغيني جرح في مشاعره، قلت بأن المباراة وكأنها رسمية بين المنتخبين. شاهد الاحتفالات بين عناصر المنتخبين، بين عناصر المنتخب الوطني والمنتخب الغيني، حتى كرسي الاحتياط دخل. يعني مادام كان فيها رد فعل من جانب لاعب جزائري، يقول بأنه كان فعل من جانب لاعب طالب. يعني شاهدناه بلال في كل مباريات عنده نرفزة زائدة، وهذا الشيء اليوم يعني مش ممكن. أنا يعني هذه التصرفات من طرف لاعبين المحترفين ما شاهدناش. يعني شاهدنا الكرة مشات وداروا خطأ على اللاعب سليماني، لكن ردة فعل مع اللاعب هذا غير مقبول منه في هذا المستوى. الجمهور، لكن هناك أيضا نرفزة زائدة ألاحظها من طرف لاعبي المنتخب الغيني. هي صحيح، لكن إحنا الفريق الوطني هذا هو المشكل. يعني رانا فايزين، سجلنا، دخلنا في المباراة مليح، بدينا نحكم الكرة. يعني دائما هذه الطريقة الإفريقية، معروفين لما يتلقوا الأهداف يديروا هذه الأشياء. بالطبع. يعني المباراة إسماعيل كانت منذ البداية، منذ الوهلة الأولى، وكأنها مباراة إقصائية، وكأنها مباراة فاصلة، وكأنها مباراة رسمية فعلا. لأنه المنتخب الغيني ربما حرك في مشاعر وكبرياء المنتخب الوطني بما أنه تحكم في زمامه وخلق العديد من الفرص، ثم أصبحت الأمور عكسية بما أن المنتخب الوطني هو الذي سجل. بلال، شوف لما في هذا المستوى نظن نحن نقول بلي مباراة ودية، لكن في هذا الإعادة شوف هنا لارولات على اللاعب بن طالب، لكن هنا الخطأ على سليماني. هنا الخطأ على سليماني اللي ما خلى الحكم خلى اللاعب هنا ردة فعل تاع اللاعب بن طالب. لكن نقولوا احنا نتكلموا هنا مباراة ودية، لكن في المستوى العالي في المباراة هذه مباراة تحضيرية، لكن يلعب بكل قوة اللاعب، يلعب بكل قوة وكل إمكانياته. واليوم شاهدوا ان التدخلات الكبيره على اللاعبين الغنيين، على اللاعبين الجزائريين، وهذا اعتبرها مباراه تحضيريه ماهيش وديه، ما راهيش مباراه يعني استعراضيه. اكيد هي عبد النور حب يقول بلي سي با ماتش دي غالا. هذه شوف هذه مباراه استعراضيه، مباراه تحضيريه، مباراه تحضيريه هي تنافسية. ليس فقط مع العناصر الغنيه وانما مع العناصر الوطنيه مع نفسها، حتى تكسب رضا وثقة المدرب لوكاس الكراز فيما هو قادم من المباريات الودية. التسامح بين اللاعبين في هذه السهرة الرمضانية، ولكنها لم تمر مرور الكرام على حكم المباراة الذي منحهما البطاقتين الصفراوين، اللاعب رقم 14 من أو 18 سماح سيدوبة على ما أعتقد، ونبيل بن طالب. نبيل بن طالب، يعني حتى السماح هو اللي يعني جبد يعني هنا. شوف هنا فعلا. لكن هنا ردة فعلا غير مقبول من طرف بن طالب، غير مقبول اخي. من غير ممكن يا عبد النور انك تتحكم في اعصابك في هذا اللعب. لا لا انا في امان الله، يعني ماشي وانت جاي عندي كره وصايم خلو صايم. والله في عوفي يعني كثير. نبيل بن طالب، معليش، هي مباراة شيء جميل. يعني حتى اللاعبين يدخلوا مع أجواء المباريات، يعني هنا هذا تحضير يعني من كل نواحي، بسيكولوجي من ناحية يعني تعقلوا مع أرضية الميدان مع المنافس، والمنافس الغيني يعني يشتبه الفريق الطوغولي. الحرارة التي كانت غائبة عن العناصر الوطنية ربما في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالجابون، بدأوا يستعيدونها، بدأوا يريدون أن يقولوا للجمهور الجزائر العريض بأنها لم تكون سوى كبوة جواد، بأننا هنا وسنعمل على تشريف وتمثيل الألوان الوطنية أحسن تمثيل فيما هو قادم. بن طالب نبيل تحصل على أول بطاقة صفراء في هذه المباراة قبل 3 دقائق عن نهاية الوقت الرسمي لها، والمباراة مستمرة فيها التقدم للمنتخب الوطني بهدف سفيان هني، هدف سيحرر أكثر سفيان هني اللاعب الخلوق الرائع الممتاز الذي أصبح في كل مرة يثبت حذاري من هذه الكرة، حذاري من هذه الهجمة، حذاري من هذه المخالفة لصالح منتخب غينيا على بعد حوالي 23 متر عن إطار مرمى رئيس وهاب بن بولحي، والخطأ ارتكبه العائد بن سبعيني رمي أمام اللاعب كيبا نبي ديكو قبل دقيقة عن نهاية الوقت الرسمي.
الجمهور مباراة سريعة مثيرة يعني بعد الربع ساعة الأخير، يعني بعد ربع ساعة شاهدنا يعني الريتم ترفع من طرف الفريق الوطني، ودت الفريق الوطني دخل في المباراة وسجلنا الهدف، حكمنا الكرة، حكمنا المباراة، لكن ما زالت الأخطاء، وهذا الخطأ الأخير يعني تضيع كرة في نصف ميدان، بعدها بن سبعيني غطى الكرة بالخطأ، وهذا الشيء اللي المهم. هي كرة ثابتة، عبد النور حذاري أن تحرك شباك الحارس رئيس بن بولحي، حذاري أن تمر من الجدار الدفاعي تصطدم. الحكم ماذا يقول؟ الحكم يقول لاعب سقط على أرضية الميدان طبعا، لأنه استدام الكرة. نعم اسماعيل، إذا ستكون دقيقتان كوقت بدل ضائع من هذه المرحلة، المرحلة الأولى التي يبقى على نهايتها، أو هي في نهايتها في وقتها الرسمي. نعم. دقيقتان فقط. دقيقتان فقط، لأنه لم تكن فيه التغييرات، المباراة لم تتوقف كثيرا. ما ألاحظه لاعبان من طرف المنتخب الغيني يجرون عملية الإحماء، قد تكون تغييرات مباشرة في بداية المرحلة الثانية من طرف منتخب غينيا. أكيد، لأنه هي مباراة للتغييرات أيضا، حتى المدرب الوطني لوكاس الكراز لتجريب اللاعبين، ربما سيترك العناصر الاحتياطية التي سيمنح لها الفرصة في الشوط الثاني على غرار سعدي إدريس. هناك زفان مهدي مجاني كارت تايدر سفير جاني المهدي الحارس الثاني في غولي صوفيان العائد بدبودة، إبراهيم بن غيت عبد الرؤوف بودبوز رياض سوداني إلى العربي رحماني شمس الدين الحارس في التشكيلة الوطنية، رياض محرز وإسلام سليماني تونائي ليستر سيتي الذي لم يتألق هذا الموسم، تألق في تشامبيونز ليج، وصل للدور ربع النهائي ولم يقدر المواصلة بما أنه اصطدم بأتلتيكو مدريد سيميوني وخرجوا من الدور ربع النهائي، نتيجة مشرفة بالنسبة لنادي مغمور في أول مشاركة له على هذا المستوى من تشامبيونز ليج التي احتفظ بها الزيزو زين الدين زيدان رفقة نادي ريال مدريد. غريب أمر زيدان الأسطورة كيف يحتفظ بالتشامبيونز ليج في عام ونصف من توليه العارضة الفنية لريال مدريد، توج بلقبين للتشامبيونز ليج ولقب للمونديالين ولقب يعني للسوبر كوب، مدربين مخضرمين بعشرين وثلاثين سنة توجوا باللقب مرة ومرتين. شوف يعني لما كان لاعب فاز بالألقاب رجع مدرب، يعني فوزوا بالكأس الأوروبية الثانية التوالي لأول مرة يعني في الصيغة الجديدة لرابطة أبطال أوروبا، شيء يعني إنجاز بالنسبة للاعب كبير كما لاعب زيدان. نتمنى التوفيق طبعا للمنتخب الوطني ولكل النوادي الجزائرية التي تشارك في مختلف المنافسات الإفريقية. أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم، الحكم التونسي بالخواص سليم أنا أطوار المرحلة الأولى بتقدم العناصر الوطنية عن طريق هذا الموجود أمامكم. شكرا هيكل قاسمي صوفيان هني في الدقيقة 34 أو 36، مع ذلك ربما لم يكن راضي عن الأداء المنتخب الوطني عبد النور الذي ما اسماعيل. نعم بلال، هل لديك ما لديك بلال؟ الحاجة اللي كنت خايف منها اليوم هو عدم حضور الأنصار. لو صور أن عدد أنصار المدعمين للمنتخب الغيني الجالية الغينية المتواجدة هنا بالجزائر حضروا منذ الساعة الخامسة حوالي، وكانوا هنا ويملؤون المدرجات الصغرى على الجهة اليمنى لأرضية الملعب، لكن حضور قوي في مع مرور الوقت في الشوط الأول من أنصار ملأوا المدرج الكبير هنا بملعب مصطفى تشكر. لكن عموما الفضول ربما يطبع أنصار المنتخب الوطني الذي يتابعون من خلال قنوات التلفزيون الجزائري على الأرضية وكان الألجيري تفاصيل وحيثيات هذه المباراة. إذن كما ذكرت بلمسة إسبانية بلال، اليوم هي مباراة مهمة للمنتخب الوطني وبداية برسالة أولى للناخب الوطني بإقحام لاعب نادي باردو عطال حتى يمنح الفرصة أيضا للاعب المحلي أيضا من أجل تقديم الإضافة للمنتخب الوطني وإعطاء الفرصة لكل اللاعبين من خلال هذه المباراة الودية بلال. نعم اسماعيل، طبعا تحدثت عن الأنصار، لم ننسى أيضا صلاة التراويح لأنه وقت المباراة توقيتها
تزامن مع وقت بداية صلاة التراويح، وبالتالي الكثير من عشاق المنتخب الوطني ربما تنقلون لتأدية الصلاة، وبالتالي تقبل الصلاة الله وصلاة الجميع وصيام وقيام الجميع. المنتخب الوطني لم ولن يفقد أن صاروا إسماعيل، تأكد بأن النتائج الإيجابية ستعيد الجمهور العاشق للمنتخب الوطني. عبد النور، لو نعود إلى المباراة وحيثياتها، كيف كان الشوط الأول؟ والله يعني الشوط الأول ما كانش فيه مستوى كبير من طرف الفريق الوطني، نظن كان الفريق الغيني أحسن يعني من حيث استحواذ الكرة، من حيث حتى الفرص، لكن دخول الفريق الوطني يعني محتشم في المباراة، ما شاهدناش هذاك الريتم، ما شاهدناش يعني اللعب، يعني استغلال يعني الأطراف، يعني ما شاهدناش محرز، ما شاهدناش إبراهيمي إلا في لقطة الهدف، وهذا الشيء اللي نوعا ما أثر على المردود تاع الفريق الوطني. عنده يعني بزاف ما تلاقاش الفريق، ما درناش مباريات يعني ودية، وهذا راجع يعني شهر رمضان، يعني تأثير يعني توقيت المباراة بعدها، يعني بعد 30 دقيقة شاهدنا الفريق الوطني بدا يضغط على المنافس، وعلى سبيل المثال يعني لقطة الهدف اللي تكلمنا عليه أن لازم يضغط على الكرة لما الأولى اللي تخرج من دفاع الفريق الغيني، أن لاعب محرز يعني خذ الكرة دار تمريرة في الطرف يعني في الأطراف للاعب إبراهيمي، وشاهدنا يعني الهدف كان جميل، وهذا هو اللعب الفريق الوطني. وهنا نظن استخلص المدرب الكاراس يعني باش الإعادة لبعض اللقطات. عبد النور، طبعا هذه أولى المحاولات من جانب المنتخب الغيني الذي كما قلنا يبقى منتخب مخضرم، منتخب له اسمه على الساحة الإفريقية. المنتخب الوطني بمدرب جديد، ما شاهدناش هو يعني الضغط على حامل الكرة، ما شاهدناش مراقبة في وسط الميدان، شاهدنا وحتى الأطراف اللي ما يخفالكش بلال أن المحرز واللاعب إبراهيمي من الناحية الدفاعية ما يرجعوش مع الظاهرين تاع الفريق الغاني، وهذا اللي أثر على اللاعب عطال أو اللاعب غلام اللي ما شاهدناش من الناحية الهجومية ما صعدش، لأن ما كانوش عنده كرات وكانت عنده دائما مراقبة. يعني الجهة اليسرى من هجوم المنتخب الوطني بقيادة ياسين إبراهيمي كانت أنشط من رياض محرز مع عطال، مع عطال في اعتقادي هل عطال مثلا لم يحظى من ناحية الدفاعية بالمساندة من رياض محرز؟ هل رياض محرز لم يدخل كما يجب وانتظر كثيرا؟ نظن ما دخلش في المباراة وما لمش كرات كثيرة اللي معود عليها، لكن لعب عطال ممكن أول مباراة خوفه، ما عندوش ثقة يعني راح يحصن دفاعه، ما يقولش باللي نطلع كثير لأن عندي محرز قدامي. لكن الجهة اليسرى شاهدنا أن النزعة الهجومية تاع غلام، رغم أنه بالمقارنة بالمباريات الأخيرة ما شاهدناش غلام صعد، ما درش يعني شاهدناش يعني غلام صعد كثير، رغم أن هذه اللقطة هذه جاء غلام هنا أطلب الكرة، لكن إبراهيمي عمل يعني لقطة فردية وسجل هدف هني. هنا قضية يعني ثقة، ولكن محرز ما لمش الكرة وما لحقاتوش كرة كثيرة يعني، وحتى الدفاعي الفريق الغاني بقيادة اللاعب بوغبا دفاع محصن الفريق الغيني، دفاع محصن يقرا اللعب مليح، هذا اللي ما شاهدناش. انا هجومنا اليوم كان قوي وخلق فرص. ربما لو نتحدث عبد النور عن الفرص، اسلام سليماني وهني يقولان لم جيزي تقدم لك العروض الجديدة ميلينيوم، راح يكون عندك كلش، مكالمات وأسماس غير محدودة نحو جيزي، رصيد بزاف رصيد، وتقدر تستعمله حتى للمكالمات الدولية، راك حاب انترنت ثاني، راح يكون عندك انترنت وبزاف انترنت وقت ما حبيت. مع ميلينيوم ب 1200 دينار عندك كلش، شكل بسرعة إطوال 720 كاس. جيزي معاها تقدر. لأن نظرتكم أفضل نقطة انطلاق لنا. و
ولأن حبكم يجعلنا أفضل يوما بعد يوم. أنتم إلهامنا. كوندور بروني فوتر انفول. خالتي صفية جات تخطب لوليد هنسي. مرحبا بكم. خالتي عيشة رحبت بهم في دارها. هذه هي أحلام، تقرا في الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يديا وين سال دو بان؟ وش سر هذا النقاع؟ السر راهو عند بنتي أحلام. توب جافيل الجديد، تركيبته الفعالة، يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب. توب جافيل الجديد، دارك ديما نقية، عائلتك ديما هانية. صافية في قلبنا من زمان ولبنتنا الطمان. هذا الموقع للنساء فقط. العروض الخاصة لأوريدو ترجع في شهر رمضان. استفيدوا من الانترنت والمكالمات باطل لمدة 24 ساعة وتحصلوا على 400 دينار رصيد ب 200 دينار فقط. أوريدو، عيش الانترنت. مصرف السلام الجزائر يتمنى لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. مصرف السلام الجزائر، خدمات بنكية أصيلة. جيزي اربح كل يوم جالكسي اس 8 وخلي الفرحة تدوم. جيزي معها تقدر. البنك الوطني للتعاون الفلاحي يرافقكم بتأمين الثقة. إن كنتم فلاحين أو مربين صغار، تأمين الثقة يمكنكم من التأمين الصحي التكميلي ومنحة الوفاة. يمكنكم أيضا من التأمين ضد حرائق البنايات وحرائق محاصيلكم وهلاك الحيوانات وخسائر البرد. تأمين الثقة ضد الحوادث وتأمين المسؤولية المدنية عن المستثمرة. بتأمين الثقة ستستفيدون من تخفيضات ب60% من تأمين المركبات والأخطار المتعددة لمساكنكم. سينما دائما في خدمتكم، فحقكم أمانة. شهر رمضان ب 150 دينار المكالمات الاسماس نحو موبيليس فيسبوك وواتساب غير محدودة. موبيليس أينما كنتم. زعفانا.com هذا الموقع للنساء فقط. مارغرينا صول الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يديا وين سال دو بان؟
وش سر هذا النقاع؟ السر راهو عند بنتي أحلام. توب جافيل الجديد تركيبته الفعالة يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب توب جافيل الجديد دارك ديما نقية عائلتك ديما هانية. ما بين البارح واليوم وفرت علينا الوقت وأعمالنا صارت أكثر دقة وإتقان، وبخطوات ثابتة رانا نمشي والقدام. وللتواصل ما بين العائلة كنت وما زلت لينا عنوان. في وقت الصح كنت معانا تعاوننا وتحسسنا بالأمان، وفي أجمل ذكرياتنا شاركتنا وكنت معانا في كل مكان. كيوا صنع لأجلك. مع نافيكي 4G عيشوا تجربة الجيل الرابع. موبيليس يهديلكم مودم ويوفر لكم الانترنت في كامل الدار، وخلال شهر رمضان حجم الانترنت يضاعف ب 8600 دينار. أعطكم مودم مهدى وفيسبوك واتساب مجاني لمدة شهر، بالإضافة إلى 60 جيجا لمدة 3 أشهر أو 120 جيجا لمدة 12 شهر ب 15000 دينار. موبيليس أينما كنتم. نجم من نجومنا الخالدة غادرنا في ديسمبر 2016 رحمة الله عليه، تاركا رصيدا غنيا وثريا من الفن. هو والد بيئة، يعني أكيد. بيئة عائلية قوية فنية، يعني نقدر نقول كل عائلته فنية. فنية جسدوا الشيء اللي هو كان يتمناه يشوف الكتاب تاعو ويقراه ويشوفه ويطلع عليه. العملاق محمد الطاهر الفرجاني في نجوم خالدة سهرت هذا الأربعاء في 11 والربع. إشراف وزارة الثقافة، الديوان الوطني للثقافة والإعلام ينظم طيلة شهر رمضان الكريم ليالي التراث والمديح الديني بقاعة الأطلس، وليالي الطرب الأصيل بقاعة المجار. سهرة الأربعاء 7 جوان بقاعة الأطلس يحييها، ولليوم الثاني عميد الأغنية القبائلية لوني سيت من جلاد. أما بقاعة المجار يحيي السهرة كل من طالب بن دياب وعباس ريغي. هذه السهرات بمساهمة التلفزيون الجزائري، الإذاعة الوطنية، والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. تحية مجددة أيها السادة والسيدات، جمهورنا الرياضي الكريم من ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة، وقاع المرحلة الثانية من المباراة الودية التحضيرية بين المنتخب الوطني ونظيره غيني. تركنا المرحلة الأولى متفوق فيها المنتخب الوطني بهدف مقابل صفر من إمضاء اللاعب صوفي الأسبقية، وبنفس التشكيلتين يدخل كل مدرب. الثاني لعبتا المرحلة الأولى، كامارا أبو بكر في حراسة المرمى من جانب غينيا، سيليا إسياغا، كامارا، فودي، سومح، سيدوبا، بوغبا، فلورنتين، وكامانو، فرانسوا، بانغورا، الصوني، ديالو، أبو عبدولاي، ساديو، تراوري، إبراهيم، بانغورا، الخالي، وكايتانابي ديكو. يا تشكيلة المدرب بانغورا، محمد كومفوري،
أما تشكيلة المدرب لوكاس الكراز فيدخل برأس وهاب مبلع برأس المرمى عطى يوسف عدالي من هذه الكرة جميلة يصلح المنتخب الوطني على الجهة اليسرى دائما من وراء الكرة الضائعة من ياسين إبراهيمي هذه المرة عطى يوسف في الجهة اليمنى من دفاع المنتخب الوطني غلام فوزي على الجهة اليسرى مندي عيسى وبن سبعين في محور الدفاع في الاسترجاع عدلان قديورة ونبيل بن طالب في الهجوم هني صوفيان إسلام سليماني في صناعة اللعب إبراهيم ياسين وكذلك محرز على الجهة اليمنى من هجوم المنتخب الوطني المطالب بالاستفاقة والمطالب بإظهار تفوقه على المنتخب الغيني سمعين لم تكن تغييرات والأمور هذه لا تغييرات إذن ولاحظ فقط كما كانت في نهاية المرحلة الأولى لاعبان من المنتخب الغيني جرنا التحضيرات نرتقب بعض التغييرات التي ستكون بعد قليل من طرف المدربين وهي مرحلة تجريب أكبر عدد ربما من اللاعبين وخاصة في صفوف المنتخب الوطني الجزائري وهو ما ننتظره بنا إن شاء الله. طبعا العناصر الوطنية الآن بدأت تصل إلى مبتغاها في التحكم في الأعصاب ومحاولة نرفزة عناصر منتخب غينيا بالإضافة إلى التحكم في الكرة والتوزيع والتمريرات بينها من شأنها أن تخرج عناصر منتخب غينيا التي ارتكب أحد عناصر هذه المخالفة بنطالب على ما أظن نبيل بنطالب نعم هو ساقط على الأرض وقد يكون قد تعرض إلى إصابة هو سماح صيدوبة نفس اللاعب الذي اختلف معه في المرحلة الأولى يبدو بأنه تأر لنفسه وصمم على إصابة نبيل بن طالب وكان لو ما أراد نتمنى أن تكون سليمة عبد النور في البنزة. يعني تدخل قوي من طرف اللاعب رقم 18 ممكن يخرج اللاعب بن طالب يعني يعني تخلى عليه يعني لو شاهد الإعادة يعني كان ممكن أو يطلب الحارس الغير ويقول تغيير أو حتى الطبيب إذن تدخل عنيف كانوا يأخذ بطاقة ثانية علي يقدح الدكتور موجود على داخل منطقة العمليات هذا واللاعب قام بمهمته ونجح في مهمته إخراج فعلا هو الذي اختلف معه وتشبك معه في المرحلة الأولى هدأ الأمور وبرد الأعصاب ونسى نبيل بن طالب الذي قبل اعتذاره في لحظة من لحظات المباراة ولكنه دخل في المرحلة الثانية واعتدى عليه بهذه الطريقة يخرج في محمول يعني بين قوسين على الأكتاف نبيل بن طالب نعم وتغيير سيكون بدخول سفير طايدر بعد قليل سفير طايدر العائد إلى التشكيلة الوطنية إسماعيل وهو الغائب على نهائيات كأس إفريقيا في آخر لحظة في تلك المباراة الودية التي أصيب على إثرها أمام منتخب موريتانيا بالمركز التقني لسيدي موسى هذه هي سلبيات المباريات من هذا النوع أنك قطعة أساسية تخرج هكذا شاهد نبيل بن طالب إذن هو بنرفزة وبإصابة بلاد غير راض عن خروجه من أرضية الملعب ربما كان أن يريد أن يتابع المباراة نشوف الإعادة هنا تدخل قوي ممكن حتى البطاقة لو يكون مباراة رسمية تكون بطاقة حمراء يعني تدخل بتعمد متعمد هذا التدخل متعمد والتدخل مدروس من اللاعب سمح صيدوبة لذلك على نبيل بن طالب قال له لا ينرفز لأنه نبيل بن طالب أو أي لاعب آخر يتحلى بالروح الرياضية وبأخلاقيات كرة القدم لن يفعل ما فعله هو اللاعب الغيني نبيل بن طالب لما يتنرفز لا يتسبب في إصابة أو إنهاء مشوار لاعب آخر أما اللاعب الغيني فلا يهمه مشوار لاعب نبيل بن طالب وقام بما يجب له سماح أتمنى أن تكون الإصابة خفيفة ويعود نبيل بن طالب في المباراة المقبلة الكرة إلى التماس الكرة إلى التماس مع هذه البداية الهادئة في حدود الدقيقة 50 ماذا تتصور لوكاس الكراز فاعل عبد النور يعني ما شاهدنا يعني كنا ننتظر أن يكون تغييرات بين الشوطين لكن ما غيرش المدرب نفس الشيء الفريق الغاني لكن الشوط الثاني مطالب يعني الفريق الوطني احتفاظ بالكرة فرض يعني الريتم على الفريق الغيني فلسفة المدرب ممكن نشوفوها يعني في الشوط الثاني صنع الفرص اللي ما شاهدناش في الشوط الأول هذا يعني لإعطاء نفس يعني كحنا كمحللين أو حتى الجمهور ثقة بالنسبة للمباراة القادمة ضد فريق التوكو ف
فعلا المنتخب الطوغولي منافس المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، المجموعة التي تضم بالإضافة إلى الطوغو غامبيا والبنين. المنتخبات الإفريقية اليوم لم تصبح صغيرة ولم تصبح منتخبات متخلفة في كرة القدم، وإنما خذ أي منتخب من أقصى القارة أو جزيرة من جزر القارة بإمكانه أن يصنع لك الصعوبات، بإمكانه أن يكون ندا لك بعد هذه الكرة الصعبة من هنا على جهة اليسرى، والتدخل بقوة من عطل يوسف بقوة مدافع المنتخب الوطني. هاي كرة صالح المنتخب العيني، حذاري من هذه الثنائيات، حذاري من هذه الكرة، رئيس وهاب بن بلحي في المكان المناسب يتحصل على هذه الكرة. عن سفير طايدر كان تغيير اضطراري مكان بعد هذه الكرة الجميلة لم تصل لإبراهيمي، انطلق في هجمة معاكسة من هناك. الكرة الجزائرية دائما البحث عن المخالفة فعلا، يتحصل على هذه المخالفة القريبة جدا، مخالفة قريبة جدا لسفير طايدر أو حتى لعدلين قديورة بعد التدخل عليه من لاعب منتخب غينيا. حتى غلام بلاعب، حتى غلام من عادته التسجيل من مثل هذه الوضعيات. طبعا فوز غلام، لكن وجب التركيز والتركيز جيدا. كمارا أبو بكر هو حارس المرمى رياض محرز من دون أن ننساه لأنه كراته ميليمترية. حتى طايدير اللي شاهدناه يعني المقابلة الأخيرة في الكالشو يعني سجل هدف رائع للفريق جوفنتوس، يعني يحسن التسديدات وممكن لو تكون يعني الكرة في الإطار راح تكون الهدف الثاني. أربعة لاعبين أمام الكرة، لوكاس الكراز. طبعا الكرة هذه لن تمر بردا وسلامة على دفاع منتخب غينيا. هذه الكرة ستكون ممتازة إن اجتازت العارضة أو إن اجتازت الجدار الدفاعي، ستكون في شباك. المخرج هيكل القاسمي يركز على سفير طايدر، هل هو من سيسدد هذه الكرة فعلا؟ هيا الكرة بين سفير طايدر ورياض محرز، سفير طايدر ورياض محرز وأبو كامارا. رياض محرز بعيدة بعيدة من رياض محرز، هذه الكرة مباشرة إلى الخمسة أمتار وخمسين في حدود هذه الدقيقة 55. بلال أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم وزميل إسماعيل، نعم نعم، يبدو أن المدرب المنتخب الغيني يريد أن يرمي بثقله في طايدير، ربما بحث عن الزاوية البعيدة. عبد النور هل يعني شوف يعني كيفاش تغير يعني السيستم تاع الفريق الوطني. دخول طايدير شاهدنا كرتين كان قدام الدفاع فريق الغيني، شاهدنا شوف هذه الكره يعني عنده النزعه الهجوميه عكس الشوط الاول اللي بن طالب وقديورة، يعني راهو يدير السير نومبر على دفاع الفريق، تفوق العددي على دفاع فريق الغيني، وهذا يعني شيء ايجابي وهذا هو المطلوب من طرف وسط ميدان تاع الفريق الوطني. المباراه التحضيريه هنا بالجزائر قبل أن يتنقل إلى الكوت ديفوار لمواجهة منتخب كوت ديفوار في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 والتي ستجرى بالكاميرون. المنتخب الوطني يستقبل الأحد المقبل 11 من هذا الشهر وبداية من العاشرة ليلا في إصارة رمضانية دائما منتخب الطوغو، منتخب بأدي بايوره، وجب الحذر خاصة دفاعيا من ذلك العملاق في ظل بعض الأخطاء الدفاعية التي شاهدناها من جانب المنتخب الوطني والحملة الهجومية من جانب منتخب غينيا. نور لم يتضح التفوق إلى حد الآن، لم يتضح الفرق بين المنتخبين، يعني اللعب راه متكافئ، ما شاهدناش وكأن احنا الفريق الوطني ما راهوش هو اللي يلعب في أرضية يعني في أرضية ملعب شاكر اللي موعدنا بها، يعني الضغط على الفريق وحتى يعني حرمانه من الكرة وحرمانه حتى خروج من المنطقة. شاهدنا اليوم ولكن في بعض الأحيان يا عبد النور
ما ضرورة الفوز بالسداسيات والسباعيات ثم تصل إلى النهائيات والمنتخبات الكبيرة بين قوسين المنتخب الوطني ينازل. المهم أنه يعودنا المنتخب الوطني على الأداء الجيد، معليش الانتصار بأقل نتيجة، بأقل نتيجة والظهور مشرف في النهائيات. حتى المردود الفردي والجماعي بلال، الفردي والجماعي وحتى الانسجام لازم يكون موجود في الفريق الوطني. هذا اللي رجع يعني ثقة لكل الناس، يعني حتى من الجمهور. صدمة الجمهور الجزائري بعد إخفاق الكان كانت مقارنة بنتائج المنتخب الوطني في التصفيات وفي المباريات الودية. وصلت الحصيلة التهديفية المنتخب الوطني إلى 7 أهداف في المباراة الواحدة بعد هذه الكرة الحذرة خطيرة خطيرة. قوية وممتازة والهدف، قوية وممتازة والهدف، قوية وممتازة والهدف. المنتخب الغيني يعدل النتيجة وعن طريق البديل كامارا أبو بكر دومبا يعدل النتيجة في غفلة دفاعية وفي خطأ دفاعي متكرر من جانب المنتخب الوطني الذي قلنا عليه أن يراجع حساباته في المنظومة الدفاعية. رئيس وهاب بلحي لا شيء بإمكانه أن يفعل في الكرة الأخيرة، إن تألق وبعدها فلا وجران، وإن لم يتألق فليس لديه ما يفعل، لأن اللاعب رأسه ورأس رئيس وهاب بلحي. اللهم بعد العودة الغير موفقة من بن سبعيني الذي اكتفى بالتفرج عبد النور. يعني هنا التغطية كانت بطيئة من طرف اللاعب بن سبعيني ودخول اللاعب هذا يعني كوتشينج المدرب بونغورا. يعني دائما اللاعب الحارس بولحي دائما يوجد اللعب وجها لوجه اللاعبين سواء في الشوط الأول شاهدنا في الشوط الثاني، هذا دائما على أخطاء لاعبين تاع الفريق الوطني، وهذا في هذا المستوى غير مقبول أن اللاعب يمشي بالكرة في وسط ميدان ويلعب كرة بدون يلعب كرة في العمق وبدون مراقبة وبدون حتى يعني جري مراه أو ضغط عليه. عبد النور حتى أن بلال عذرا المدرب الكراز يبدو عليه نرفز وغضب جدا وغير راضي على ما يقدمه خط الدفاع الذي سيكون فيه حديث كبير بعد هذه المباراة. نعم اسماعيل، المهم أن المنتخب الغيني لم يخيب وعاد في النتيجة وكانت منتظرة منذ البداية، كان الأفضل في بعض في الكثير من فترات المباراة وقلناها منذ أن سجل المنتخب الوطني. ذلك الهدف لا يغطي على الأخطاء الدفاعية، ذلك الهدف لا يغطي على المردود الهجومي للمنتخب الوطني الذي لم يلتقي على كل منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا، منذ أن لعب 3 مباريات في نهائيات كأس أمم إفريقيا. المنتخب الوطني سيغير بعد لحظات. كان مجاني وخروج عيسى مندي، إذن تغيير على مستوى الدفاع منصب بمنصب. يعني والله عيسى مندي يخرج يترك مكانه للعائد والغائب عن الكان كارل مجاني الذي يقال بأنه لما يلعب في الاسترجاع أفضل منه من أنه يلعب في محور الدفاع. بعد هذه الكرة الجميلة صالح المنتخب الوطني يسقط، عطال يسقط في الكرة الأخيرة، فقد التوازن لأنه الأرضية فقدت التوازن. انطلاقة في هجمة معاكسة، المباراة ودية إن شاء الله تنتهي بالسلامة على عناصر المنتخب الوطني وتتفادى الإصابات. ونحن خسرنا قبل لحظات جهود اللاعب نبيل بن طالب بعد التدخل عليه بقوة من لاعب المنتخب الغيني. هذا هو بانغورا محمد كونفوري. هاي الانطلاقة من عطال كانت طريقة لم يكن محظوظ عطال. عطال لاعب الشاب الذي يترك له الوقت المدرب لوكاس الكراز ولم يشأ تغييره وارسل له رسالة بأني سأخرج عيسى مندي القائد السابق للمنتخب الوطني وأبقيك، أشارة منه بأنه راض عنه. هل سيدخل بودبوز؟ هل سيدخل صوفيان فيغولي؟ هل سيدخل؟ وجب إحداث الفارق لأنه نتيجة الفوز اليوم ستعطي الثقة للعناصر الوطنية وتخليها في أجواء رائعة داخل التربص وتحضر جيدا للطوغو، لأن الطوغو منتخب لا يقل أهمية عن هذا المنتخب الذي سبق وأن واجهناه في 18 مناسبة فاز علينا في أغلب المناسبات. هاي كرة صعبة لصالح المنتخب الوطني. إسلام سليماني، أين أنت يا إسلام؟ أين أنت يا إسلام سليماني؟ أين أنت من هذه الكرة؟ كرة حيرت لوكاس الكراز،
كرة جعلت لوكاس الكراز ربما يركز أكثر، ينتظر إسلام سليماني. لم تصله كرات إسلام سليماني، لم يتلقى مثلا تلك العرضيات العالية في الرأس أو حتى تلك العرضيات الأرضية. وهذا اللي تكلمنا عليه في الشوط الأول بلال، يعني النقص النزعة الهجومية من طرف الظهيرين ولا حتى من طرف المحرز. لما نتحدث عن النزعة الهجومية للظهيرين، الظهير الأيمن موجود رياض محرز والأيسر موجود ياسين براهيمي، هذا يطرح أكثر من سؤال. العربي إلى السوداني الأكثر جاهزية على الجهة اليسرى، وصفيان فيغولي الأكثر على الجهة اليمنى. سنتعرف على ما ستسفر عنه الدقائق المتبقية أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم، تحت أزيج أوفياء الخضر من هناك في المدرجات المقابلة التي امتلأت عن آخرها في هذه المباراة الودية بطابع رسمي، مباراة ندية قوية بين المنتخبين، وكأن بعناصرهما اطلع على ماضي المنتخبين والمواجهات المثيرة بينهما. المنتخب الغيني فاز علينا في الكثير من المناسبات هنا بالجزائر، وأقصانا من التأهل إلى كأس أمم أفريقيا بغانا سنة 2008، وفي مباريات ودية تعادل معنا هنا وفاز أيضا في آخر مواجهة علينا بهدفين مقابل هدف. منتخب غيني لا بأس أننا نعطي بعض الأرقام بالنسبة لهذا الفريق للسيلي ناسيونال غيني، السيلي أو الفيل، الأفيال باللغة بلغة السوسو في غينيا. طبعا ترتيبه في الفيفا 71 وترتيب المنتخب الوطني 53. أول مباراة لعبها المنتخب الغيني كانت أمام نيجيريا، خسروها في 2 أكتوبر 60 برباعية مقابل هدف. الكرة جزائرية، البحث عن الحلول، البحث عن الرفيق المتحرر خاصة في منطقة المنتصف. لازم ووجب إيجاد لاعب مينير دو جو عبد النور، لاعب يصنع الكرات، لاعب يمول المهاجمين بالكرات. هذا هو صحيح، يعني هذا هو اللي شاهدنا، ما شاهدناش اليوم في الفريق الوطني. شاهدنا يعني الخطوط بعيدة بين الدفاع وسط الميدان والهجوم، وشاهدنا لما الكرة تكون عند فريق الغيني نظن يخرجوا الكرة بسهولة وما فيش مراقبة، وهذا اليوم شاهدنا. اليوم الفريق الوطني ما كاش، ما شاهدناش وسط الميدان اللي زود اللاعب هني ولا اللاعب سليماني بكرات قصيرة في عمق الدفاع. اليوم هذه التمريرة الأخيرة كانت غائبة تماما، 65 دقيقة من اللعب ما شاهدناش أن اللاعب سليماني أو هني راح واحد ضد واحد في عمق الدفاع. في عمق الدفاع إلى حد الآن على كل، هي مباراة أولى للكاس الكراز. انطلق صوفيان هني وتحصل على مخالفة، رياض محرز بعيد على مستواه في مع نهاية هذا الموسم في ربما التوقيت العطل، في التوقيت ربما التفكير في التنقلات من أجل الموسم القادم، في توقيت راحة وفي وقت ربما الاسترجاع بالنسبة للاعبين. هذا يوسف عطال يطلبها مع صوفيان هني، لكنه صوفيان هني فضل إسلام سليماني. عطال كان أفضل في مكان طلبه للكرة صوفيان هني الذي فضل إسلام سليماني، الكرة لم تصل. ما زالت الكرة لعطال يلعبها بسرعة مع صوفيان هني، لم تخرج إلى التماس، تعود لصوفيان هني، تمريرات قصيرة من عطال، يلعب جيس عطال، هذا رياض محرز يتحصل على ركنية. عطال يبدو أكثر قوة في المرحلة الثانية، تليبيرا شوية وتحرر يعني في الشوط الثاني. شاهدنا بدا يصعد، بدا ياخذ الكرة، وهذا شيء جميل بالنسبة للاعب عطال اللي شاهدنا أنه عنده هذيك يعني اللاعب اللي يجي من الوراء وعنده سرعة. المباراة مستمرة، جميلة وممتازة هذه الكرة، جميلة وممتازة هذه الكرة، والكرة رياض محرز والراسية الأولى من إسلام سليماني. تحدثنا قبل لحظات على راسيات إسلام سليماني الغائبة في المباراة، منذ مدة لم نشاهد إسلام سليماني يسدد بهذه الراسيات. المنتخب الوطني متابع من خلف الشاشة، ومن هنا
من الجمهور العريض سواء بالجزائر أو بمختلف الدول العالم. يبقى عشق الخضرة يعني وحده بالنسبة لأنصار المنتخب الوطني الذين يتابعون كل جديد. مراوي مكي المناصر الوفي للمنتخب الوطني من إسبانيا يريد أن يقول بأنه مع الخضر. الكرة مستمرة والبحث عن الحلول. توزيع عناصر المنتخب الغيني على أرضية الميدان صعب من مأمورية عناصرنا الوطنية. يا عبد النور ماذا يجب كمدرب؟ من هو اللاعب الأجدر والأقرب للدخول بعد لحظات؟ أنا نظن على حسب اللاعبين اللي راهم يعني يديروا في الإحماء ممكن يكون سوداني أو بودبوزلي أعطاء يعني أكثر يعني نزعة هجومية وحتى السرعة تاع واحد ضد واحد. بعد هذه الكرة انطلقت بيلة ممتازة من هناك. كرة هدف ضاعت هذه الكرة على سفيان هني بعد انطلاقة ممتازة من ياسين إبراهيمي. ياسين يقدم ما لديه. ياسين يتعب ينشط يجتهد على الجهة اليسرى. وهذا هو الشيء المطلوب اللي طلبناه من اللاعبين اللي يعني اللي في الأطراف. واحد كما شاهدنا هنا اللقطة هنا يعني عمل يعني تمريرة لكن تسديدة اللاعب هني ما كانش في المستوى. عبد النور نعم سمعت وكأن فضل. المدرب الكراس قد استمع إليك. سنشاهد تغييران مرة واحدة بإقحام بودبوز والعربي هلال السوداني. قد يأتي منهما الحل بهدف ثاني وكردة فعل من المدرب كراس. صعبة نعم. لصالح المنتخب الوطني. إسلام سليماني انطلق من هناك. رياض محرز يتحصل على الكرة يتوغل رياض محرز. يبدو بأنه ليس في أحسن أحواله رياض محرز مع نهاية هذا الموسم. انطلق في هجمة معاكسة من هناك استرجعها رامي بن سبعين يطلبها غلام من هناك على الجهة اليسرى. غلام يفتح اللعب يطلبها ياسين إبراهيمي. ياسين إبراهيمي هل ستصله من غلام؟ يفضل العودة إلى الخلف في الوسط تمر كما ينبغي. بن سبعيني كارل مجاني لعطال يوسف على الجهة اليسرى. عطال يوسف يطلبها رياض محرز. دعت له عطال تعطل وعطل المنتخب الوطني. ماذا يقول حكم المباراة؟ من حسن حظي عطال أن المنتخب الوطني وأن الحكم التونسي لم يعلن عن ركلة جزاء في الكرة الأخيرة. سنشاهد بعد لحظات. عدلان قديورة يحتفظ بالكرة. هل ستخرج إلى التماس؟ عدلان قديورة يواصل اللعب يطلبها رياض محرز باتجاه عطال لم تصله أو ياسين إبراهيمي. تغيير الجناح ياسين إبراهيمي يصبح على الجهة اليمنى. بطاقة صفراء يمنحها الحكم عبد النور. شاهدنا خطأ يعني ما كانش فيه تغطية. هاي الإعادة وقبل هذه من اللاعب المتألق كامانو فرانسوا. يعني تكلمنا بلال أن الأخطاء يعني لاعب شاب كعطال غير ممكن يعني يدير خطأ في هذه. يعني كان بإمكانه تمرير الكرة قصيرة أو طويلة لكن تغطية اللاعب مجانية على اللاعب رقم 10 وين ما شاهدنا يعني كانت تغطية نظيفة وما فيه ما فيش ضرب الجزاء. لكن الأخطاء غير مقبولة في هذا المستوى. واللاعب كما عطال كأول مباراة له غير ممكن يعني يضيع كرات كما هذه في فريق وطني اللي كان رايح في نزعة هجومية. بلال إذا نعم التغييرات تتوالى في هذه الأثناء من طرف المنتخبين. في غولي أيضا سينضم إلى بودبوز والسوداني وأيضا تغييران من طرف المنتخب الغيني. اللاعب رقم 14 واللاعب رقم 11 فيندونو سيمون بيير. نعم سمعين فيندونو سيمون بيير سيأخذ مكانه بعد هذه الكرة. منتخب غيني اليوم والله سيترك العناصر الوطنية تراجع حساباتها في الكثير من الأمور. سيجعل الناخب الوطني يركز على أشياء أخرى كثيرة. إذن تغيير بخروج إبراهيمي أيضا. إبراهيمي سيترك مكانه لأنه تعب أكيد. نعم إبراهيمي وحتى ربما لم يشأ إخراج محرز. منصب بمنصب إبراهيمي لسنا ندري هذه التغييرات جملة واحدة البداية بعناصر المنتخب الغيني طبعا
عبد النور بعد مرور 72 دقيقة المنتخب الوطني متعادل بهدف مقابل هدف. إبراهيمي يترك مكانه وفي غول العائد بالإضافة إلى السوداني ورياد بودبوز. مغادرة هني بلال سفيان هني من هو ثالث اللاعبين رياض محرز أكيد لأنه وجب أن يكون من بين المغادرين رياض محرز. يعني ثلاثي الهجوم مع هذا اللاعب سليماني اللي بقى في أرضية ميدان ممكن راح يتغير السيستم، ممكن راح نرجعوا 4-2-3-1 راح يكون وحده سليماني في الهجوم، ممكن تكون يعني تغيير الخطة راح يجيب الجديد من طرف مردود الفريق الوطني ممكن. إن شاء الله في الربع ساعة هذا الأخير عن الوقت الرسمي والمباراة مستمرة دائما التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف بين الفريقين، مباراة صحيح أنها تحضيرية ولكنها تعطينا نظرة على مدى استعداد المنتخب الوطني لبداية غمار تصفيات كأس أمم إفريقيا الأحد المقبل أمام منتخب الطوغو، ربما الأفضل من منتخب غينيا، منتخب الطوغو بإيمانويل أديبايور والذي يواصل التحضير بفوز أمام منتخب جزر القمر بهدفين مقابل صفر في مباراة ودية. هذه الكرة لإسلام سليماني، هل سيتحرر إسلام سليماني مثلا عبد النور كريبازا في ما تبقى من أطوار هذه المباراة بما أنه كان يلعب بالقرب من هني لكن تغييرات الكاراز شاهدنا ذكر يعني شاهدنا لعب ودبوز راح يلعب كبلاي ميكر راح يلعب وراء سليماني وعلى الجهة اليسرى سوداني وعلى الجهة اليمنى فغوني، ممكن تكون ضغط على الحامل الكرة تاع دفاع فريق الغيني وهذا نظن راح يتبدل المردود ليكون أحسن الفريق الوطني في الربع ساعة هذا الأخير، هذا ممكن يكونوا فيها أهداف ويكون حتى اختراقات لدفاع الفريق الغاني الغيني. طبعا المنتخب الغيني المنظم بإحكام في مباراة اليوم. إسلام سليماني يلعب أولى الكرات مع العائد في غولي في غولي في غولي في غولي في غولي توغل في غولي كاد أن يصل إلى الشباك، ولو أني أقول بأن في غولي كان بامكانه التريت والدخول كان بامكانه التمرير. عبد النور صحيح يعني نفس الشيء كان بامكانه يعني ما يستعملش القوه يدخل او يعني يلعب داخل القدم كان بامكانه يسجل. الخمسه امتار وخمسين في الربع ساعه الاخير من هذه المباراه الوديه التحضيريه بين عناصرنا الوطنيه ومنتخب غينيا، المنتخب الغيني الذي يؤكد من مباراه لاخرى بانه الشبح الاسود، وجب كسر العقدة، وجب طرد النحس بين قوسين، وجب الفوز في مباراة اليوم. الآن المنتخب الوطني يبدو أكثر انتشار خاصة داخل منطقة المنتصف التي عانينا فيها من الفراغ. وهنا بلال نشوف أن ذك يصعب على دفاع فريق الغيني خروج بالكرة بعد دخول هذا الثلاثي هذا وتغيير الخطة. مستمرة المباراة ومستمر فيها السسبنس، أنصار المنتخب الوطني يترقبون من وراء تنفيذ المخالفة رياد بودبوز، دائرية من رياد، التدخل بقوة من دفاع منتخب غينيا، روض الكرة يفوز بسرعة، يلعب مع رئيس وهاب مبولحي يطلبها بودبوز أو عطال يوسف، عطال يوسف الكرة إلى التماس لم تخرج، الآن خرجت الكرة بعدما لم يصل عليها اللاعب البديل لانديل جاي ميشيل. الآن التفوق العددي خاصة في هجوم المنتخب الوطني بدخول رياض بودبوز، إسلام سليماني وكذلك العربي إلى السوداني في غولي. هيا لعادة عبد النور اسماعيل الأمور هذه بعد قيامه بأربع تغييرات المدرب الوطني. قد هدأ بعد النرفزة بلال ويترقب وسيكون الحديث كبير باجتماعه مع اللاعبين بعد هذه المباراة واستعدادا لمباراة الطوغو التي قلنا أنها مباراة
جد مهمة. نعم اسماعيل، صوفيان فيغولي يتحصل على الكرة، صوفيان فيغولي ولكنها سرعان ما تضيع الانطلاق فيها لهجمة معاكسة من هناك. عناصر منتخب غينيا تحتفظ بالكرة جيدا، تمرر كما يجب، تلعب بكل راحة، الكرة إلى التماس. تلعب من هناك فوزي غلام طويلة باتجاه من العربي إلى السوداني، وكذلك العربي فعلا يحتفظ بها العربي، يلعب الثنائية مع إسلام سليماني، إسلام يسترجعها، إسلام في اختبار حقيقي، يلعب إلى الخلف، أن يوجد من عطال يوسف، عطال يوسف بعد كرة مجاني. في الوسط الكرة غينية هدأة المباراة، تغيير آخر سيحدث بعد لحظات في التشكيلة الوطنية. إسماعيل ممكن سعدي راح يدخل في مكان سليماني، ممكن لعب الوفد الجديد سعدي ممكن دخوله في مكان سليماني. آية كرة صعبة، آية كرة صعبة، توزيع التدخل من الدفاع، التدخل من الدفاع، والكرة داخل الشباك، الكرة داخل الشباك، من العربي إلى السوداني المنقذ، العربي إلى السوداني، العربي إلى السوداني، يحرر هؤلاء الآن بهذه الكرة، هدف حرر حكيم مدان ولوكاس الكراز، العربي إلى السوداني مع نهاية موسم لا يريد أن يستسلم، يريد أن يبصم على في كل دور له بألوان المنتخب الوطني العربي إلى السوداني. بالمناسبة يسجل الهدف رقم 22 له بألوان المنتخب الوطني بكيفية ممتازة. نعم اسماعيل، سعد إدريس سيدخل في هذه اللحظات الميدان، مهاجم آخر، هذه نعم. كرة اسماعيل العربي إلى السوداني راح يكون في مكان سليماني، يعني منصب بمنصب بدون شك، بدون شك عبد النور. نعم الوفد الجديد، ونظن راح نشوفوا اللاعب سعدي هذا اللي يكون يعني يجيب الإضافة في الهجوم. إدريس سعدي 25 سنة، من مواليد 8 فبراير 1992، كورتري البلجيكي، لاعب نادي كورتري البلجيكي. إسلام سليماني هي إحدى المباريات القلائل التي لا يسجل فيها بألوان المنتخب الوطني، يبقى الهداف في هذا الجيل الحالي ب 25 هدف، يقترب منه شيئا فشيئا العربي إلى السوداني، فارق الأهداف فقط، حتى صوفيان همني أصبح يسجل في الأهداف من مباراة إلى أخرى. حتى الهدف بلال هدف جميل، يعني بطرف يعني فتحة من غلام، وحتى يعني تشوف اللاعبين تاع الفريق الوطني لما اللي كانوا يعني داخل الصندوق، يعني داخل منطقه 18 متر، كانوا اربع لاعبين وتعاملوا مع الكره السوداني بدون ترويض، هدف جميل اللي خلى الحارس ما شافش الكره مين مشات يعني، وهدف جميل، وهذا هو منتظر من طرف لاعبين وهجوم فريق الوطن. اذا تغييران اخران في صفوف المنتخب الغيني، اللاعب 11 بوغبا يعني هاي اللاعب 17. شوف انا يعني تمريره بدون ترويض اللاعب السوداني، من يعني هدف من طراز العالي، يعني كلاعب مهاجم يعني تاع كما يقولوا تاع 18 متر، يعني لما تحط الكره تغلط يعني تكون في الشباك، وهذا اللي شاهدناها اليوم اللقطه هذه من طرف اللاعب السوداني. طبعا تحدثنا عن بعض الاسماء عبد النور، من بينهم عطال، لعب من ناشط في المحترف الثاني مباشرة في المنتخب الوطني، حتى رضا ماتام كان في الفاق الصيف في المحترف في القسم الثاني، ولعب في المنتخب الوطني لما كان رحمه جاب
مدرب للفريق يعني حسب الامكانيات بلال، لكن فعلا. عنده امكانيات كبيره وممكن يكون يعني ما كانش عنده فرصه يلعب في القسم الوطني سواء هي نهايه موسم كان في القسم الاول وانزل او انه صحيح. تألق صحيح. في صعود الفريق يعني والوفاق الفريق العالمي بالمناسبه نحييه ونحيي المدرب ماضي وحتى المدرب المساعد رضا بن دريس اللاعب او المدرب الرائع الذي كاد يحقق الصعود مع فريق عين الحجر ومدافع دولي مع مادوي خير الدين. والمباراة مستمرة، التفوق للمنتخب الوطني قبل 8 دقائق عن نهايتها بقدم البديل العربي إلى السوداني. طبعا مباراة كانت صعبة ومثيرة وشاقة يعني، وحتى المنافس كان في المستوى وشيء راح يكون بالفايدة للاعب للفريق الوطني للمباراة يوم الأحد. هاي كرة ثابتة، التدخل من دفاع كارل مجاني، كارل مجاني تلعب بسرعة مع سفيان فيغولي، انطلق سفيان فيغولي، راح سفيان فيغولي ضربها، طلبها إدريس، إدريس سعدي، أو العربي إلى السوداني، العربي إلى السوداني، من هناك لعبها مع سفيان فيغولي، التوزيع رائع ممتاز، بعيدة بعيدة وكأني دماء بدماء جديدة ضخت في المنتخب الوطني، وكأني بالمنتخب الوطني نفس جديد له مع دخول سفيان فيغولي والعربي إلى السوداني. حتى أبو دبوز، وحتى أبو دبوز والله هذا يترك المنافسة بينهم وبين حتى العناصر الأخرى التي اعتدنا بأنها نجوم المنتخب الوطني، بينها وبين إسلام سليماني، بينها وبين رياض محرز وحتى ياسين إبراهيمي، ووجود لا دوبلور يعني اللاعب الثاني في المنصب، هذا يخلق المنافسة والبديل. وحتى الوفد الجديد سعدي اللي عنده إمكانيات بلال يمكن ينافس اللاعب سليماني على قلب الهجوم. أكيد سفيان اني استير ستيفالي حتى شاهدنا في يعني ابتسامتي الأخيرة كان كأني في قرار نفسه يقول بأنه صحيح سفيان اني سجل وأنا لم أسجل، العربي إلى السوداني سجل وأنا لم أسجل. إن شاء الله يكون يخبئ أشياء كثيرة في المباراة المقبلة أمام الطوغو في 11 من هذا الشهر أيها السادة والسيدات، أو حتى بلال بداية تصفيات حذاري خروج رئيس واب مبولحي، سريع جدا مبولحي يتحصل على هذه الكرة. حتى بلال قراءة المدرب لقلعة قراءة للعب يعني تغييرات وتغييرات السيستم في الربع ساعة الأخير أتى بثمار، وهذه النقطة إيجابية بالنسبة للمدرب اللي ممكن يكون يشوف المباراة يشوف المباراة ويعرف يعني نقاط ضعف ونقاط القوة على الفريق الخصم، وبتغييراته أعطت ثمارها، ممكن إن شاء الله يكون في المباريات الرسمية تكون يعني قراءته ودخوله في واختياره لأحسن التشكيلة اللي راح تعطي يعني الوجه الجيد للفريق الوطني وحتى من ناحية النتائج. سفيان فيغولي العودة إلى تنفيذ هذا التماس، كرة احتياط المنتخب الوطني لم يأخذ مكانهم في التشكيلة، كل من زفان مهدي، كل من جانين الحارس الثاني، بودا ابراهيم، بن غيت عبد الرؤوف، رحماني شمس الدين، يعني لاعبين وحارسين، لوكاس الكراز يتجه الى تحقيق اول انتصار له بالوان المنتخب الوطني في اول مباراه رسميه له، طبعا بما انها مباراه وديه. عطال يوسف يتجه والاخر للعب كل اطوار المباراه في اول ظهور له بألوان المنتخب الوطني. طويلة من هناك هذه الكرة على الجهة اليسرى، طبعا مشاركة عطال لم يكن لها سوى الأثر الإيجابي على اللاعبين الشباب في البطولة الوطنية في نوادينا المحترفة التي تواصل وعليها المواصلة. هذا الخطأ من الحارس، لو كانت الكرة في الإطار لكان الهدف الثالث والذي وجب تسجيله مع هذه الدقائق المتبقية من هذه المرحلة الثانية والمباراة ككل. المنتخب الوطني متفوق بثنائية مقابل هدف في هذه الكرة الدائرية، والتدخل من الدفاع، سفيان فيغولي قام ببعض الأشياء منذ دخوله، يلعبها مع كارل مجاني حذاري التغطية الدفاعية، كارل مجاني يلعبها مع طال،
عطال وكأنه يلعب المباراة رقم 10 بألوان المنتخب الوطني. كسب الثقة يعني. والله لا أريد أن أنقص من قيمة هذا اللاعب الشاب، لأنه ليس من السهل أنك تفرج على إسلام سليماني وعلى محرز في تشامبيونز ليج ثم بين عشية وضحاها وبقرار من المدرب أنك تصبح تلعب جنب إلى جنب معه. أو تربوسه أول يعني مكان أساسي. سيخرج منه الكثير كما يقال هذا اللاعب، سيخرج منه الكثير. يعني أي لاعب يجتاز هذا المرحلة هذه بلا. شاهدنا لاعب سليماني لما كان في شباب الوزداد أول استدعاءه وضعوا ثقة في المدرب. هاي جميلة من العربي إلى السوداني، يطلبها العربي إلى السوداني، لماذا لم تلعبها مع العربي؟ الكرة هذه مرت وكان العربي إلى السوداني الأحسن والأقرب والأفضل من أجل اقتناصها. العربي إلى السوداني الذي منحت له الفرصة في كشان السودان سنة 2011 لما أعتقد، لما المنتخب الوطني وصل الدور نصف النهائي سجل حوالي 4 أهداف مع بن شيخة، الذي لما أصبح مدربا للمنتخب الأول استدعاه في التربص لامونغا كلوب دي إسبانيا سنة 2011. منذ ذلك الحين والعربي إلى السوداني خريج المدرسة الشلفية يقدم في مستويات رائعة بسم الله ما شاء الله عليه. شأنه شأن إسلام سليماني والبقية من اللاعبين. هذه الكرة الجميلة من هناك، العودة إلى الخلف، العربي يلعبها قصيرة تعود له مرة ثانية، يواصل وثالثة، يتحصل على مخالفة، الحكم يطلق مبدأ الأفضلية. قد يبدو هذا الفوز ضئيل، ولكن الفوز بثنائية مقابل هدف وبأقل الأهداف أفضل من الفوز بالسباعيات والسداسيات. ثم ندخل في منحى آخر، سواء نحن كإعلاميين أو كأنصار أو كلاعبين الثقة الزائدة، ولما نلعب مع غانا أو كوديفوار أو السنغال أو أي منتخب عريق من منتخبات القارة العريقة ونهزمه، لسان حال الجمهور يقول يعني نشطاره غير مع المنتخبات. صحيح يعني. نعم إذن 4 دقائق ستكون كوقت بدل ضائع، ويتجه المنتخب الوطني الجزائري لفك العقدة أمام المنتخب الغيني. نعم إسماعيل، المنتخب الوطني تاريخيا بينه وبين المنتخب الغيني حكاية طويلة في المباريات الرسمية والمباريات الودية، تفوق لهؤلاء الأفيال، ولكن المنتخب الوطني كما أشرت يتجه شيئا فشيئا إلى فك الشفرة والعقدة للمنتخب الغيني، والتي نتمنى أن تستمر هذا التألق للمنتخب الوطني في أول دور له في تصفيات الكان أمام الطوغو. المنتخب الوطني سنعطيكم البرنامج المنتخب الوطني الذي سيلعب في 28 أوت المقبل مع منتخب زامبيا، ولكن في إطار تصفيات كأس العالم الجولة الثالثة. المنتخب الوطني تعادل في الجولة الأولى هنا أمام الكاميرون بهدف مقابل هدف، ثم نازم بنيجيريا بثلاثية مقابل هدف. هي تلك الدخول السيء في تصفيات المونديال هو ما جعل المنتخب الوطني يؤدي كان مخيب. المنتخب الوطني لم يكن محظوظ في مباراة الكاميرون هنا بهدف مقابل هدف، وفي مباراة نيجيريا قدم له هدية يعني في تلك المباراة. طبعا في الوقت بدل الطائع حذاري من هذه الكرة، حفل الرقمية التي خدمتكم واتصلكم بهذه الصور HD واحد بقيادة الزميل المخرج هيكل القاسمي وكل الفرقة التي تهنئ زميلهم المصور شرشالي أمين بمناسبة ازديان فراشه بتوأم سماه على بركة الله عبد الباري وعبد الجليل. طبعا يتربوا في عزك خويا أمين طول العمر إن شاء الله، وكذلك نعزي عائلة فقيدنا فقيد التلفزيون المهندس
ديمي الشاب الذي وفته المنية اليوم من لله وإنا إليه راجعون. الكرة لبن سبعيني، التغطية حذرية بن سبعيني باتجاه الأمام، لا مجال للخطأ في الدقيقتين الأخيرتين. قد يبدو الفوز ضئيل لكنه أفضل من التعادل، والمباراة مستمرة في وقتها بدل الضائع. دائما ثنائية من توقيع العربي إلى السوداني وصفيان هني أمام منتخب غيني أثبت علو كعبه في مباريات من هذا النوع، وأثبت بأنه سيكون منافس في مجموعته التي تضم أيضا كوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى ورواندا، هي المجموعة التي يخوض فيها تصفيات الكان. أما المجموعة التي يخوض فيها تصفيات المونديال فتضم منتخب تونس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى ليبيا. انهزم في مباراته الأولى بتونس بثنائية مقابل صفر بصعوبة، وسقط في الثانية بأرضية ميدانية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بثنائية مقابل هدف. يبدو بأن الأمور صعبت عليه من حيث الوصول إلى مونديال روسيا الذي يسبقه في جوان هذا، في 17 من جوان هذا، كأس القارات عبد النور راح تجرب بروسيا مونديال المصغر. طبعا كريستيانو رونالدو سيذهب بمعنويات في السماء، حتى انت ألقى هناك يعني فرق، يعني منتخبات قويه راح تشارك، الفريق البرازيلي، الفريق الالماني، وحتى يعني فريق الشيلي النيجيري، حتى فريق الشيلي. وهذا يعني راح يكون يعني كاس عالم مصغر صعيب، وصعيب جدا على الفرق المشاركه. نتمنى ان تكون الثالثه ثابته، ولكن حذر من هذه الكره، عوده بقوه من عطال. عاد عطال للدوران بقوه امام مسجل الهدف الوحيد من جانب منتخب غينيا، اللاعب كامارا درياد محرز. طبعا الوقفه المشهوره لرياد محرز، اليدين في الخلف بعد هذه الكره، والمبلحي في المتابعه عبد النور في بضع ثواني. يعني حتى شاهدنا الربع ساعة الأخير تاع الشوط الثاني، الشوط الأول والشوط الثاني، يعني شاهدنا الفريق الوطني عرف يتعامل مع المباراة، وهذا يعني تيست مفيد للفريق الوطني، تحضيرا للفريق المباراة تاع طوغو، وفوز مهم من الناحية المعنوية بعد خيبة يعني أمل من كأس إفريقيا الأخيرة. إن شاء الله يعني الفريق الوطني راح يتحسن من ناحية الفردية والجماعية للمباريات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إسماعيل طبعا سنحاول التقرب، إذا كان عندك لاعب تفضل، إذا ما كانش نلاحظ نرفز في نهاية المباراة بين لاعبي المنتخب الوطني والمنتخب الغيني. فعلا لأنه المنتخب الغيني منذ الوهلة الأولى كنت أدرك بأنه جاء يلعب مباراة رسمية وليس ودية، أراد أن يكرس تلك العقدة. معليش، شكرا لك الزميل إسماعيل ميلودي، كنت معنا من خط التماس. والشكر موصول للحافل، للزميل المحلل عبد النور كريبازا، والحافلة الرقمية HD1 التي قادها الزميل المخرج هيكل القاسمي. الموعد يتجدد معكم أيها السادة والسيدات في إطار الرابطة المحترفة الأولى ومباريات الجولة 27 غدا مع القسم الرياضي، مباراة سريع غليزان مولودية الجزائر متلفزة على القناة الأرضية. الدربي العاصمي تشاهدونه مسجلا في السارة، ومباراة اتحاد الجزائر اتحاد بالعباس أيضا على القناة الرابعة، ومع المنتخب الوطني يتجدد في 11 من هذا الشهر بحول الله. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقي في فرص أخرى بحول الله، كما أشكر الزميل التقني الذي رافقني عبد القادر. صحة سحوركم والسلام عليكم.